الأهلي إلى المغربي بدون أهداف بالمغرب. كابتن شريف، ألف ألف مليون مبروك، تأهل مستحق. ألف مبروك وعقبال الماتش الجاي. وانا طلبت الترجي. ايوه، لا انت طلبت الرجاء. الرجاء سوري. ايوه فعلا، انت قلت لي كده قبل. قلت لك احنا هنلاعب الرجاء وهتلاعب بعد كده الترجي وهتلاعب كل عايز تاخد الكاس بقى. ان شاء الله اقوى الفرق واعتى الفرق باذن الله. مباراه صعبه جدا على اي فريق هيلعب قدام الرجاء النهارده. اجواء مش صعبه مش الاهلي بس، صح. الاجواء اللي احنا شفناها دي اجواء هارد لك طبعا لفريق الرجاء حقيقه. يعني الولاد عملوا كل حاجه ان هم يرجعوا للجيم تاني، ولكن حظهم كان غير موفقين تماما في ضربه الجزاء اللي هي مش ضربه جزاء، والكره العرضيه الوحيده اللي احنا اتكلمنا عليها كلنا الراجل حطها بره دي. فكانت العلامات واضحه بعد الكره دي وبعد ضربه الجزاء ان الاهلي في سيمي فاينال. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. مباراه في مجملها كده، حاول لاعبي النادي الاهلي النهارده وعلى راسهم عبد المنعم طبعا اللي انا بسميه النهارده نجم المباراه، وكل لعيبه الحقيقه كانوا كويسين جدا يعني، وانتوا قلتوا ياسر وهاني وشناوي وهاني ومعلول وحمدي حمدي فتحي وديانج ومروان عطيه بيرستا وحسين الشحات ومحمود كهربا. المباريات اللي زي دي عشان الناس تبقى عارفه بس، المباريات دي صعبه قوي، وانت ما بتاخدش حريتك انك انت تلعب اللعب بتاعك ولا على ارضيه الملعب دي اللي انت متعود عليها مثلا، ولا الاجواء. ده مش ملعب بتلعب في اوروبا مثلا زي يوم ما احنا رحنا لعبنا. مش الملاعب دي، احنا ما لعبناش على الملعب ده اعتقد في كاس العالم للانديه، ما اعرفش لعبنا على الملعب ده ولا لا. الملاعب الثانيه كانت الحقيقه حرير. انت لما يكون عندك امكانيات وعندك فراوده وعندك لعيبه عندها حرفيه زي احمد عبد القادر كده بيعدي من واحد واثنين وحسين الشحات، الارض لازم تساعدك. انا حاسس الارض دي خشنه شويه، كانت على الفرقتين الحقيقه مش فرقه واحده. ولكن زي ما قال عادل عبد الرحمن، القلب هو اساس مباراه اليوم. صح. الروح هي اساس مباراه اليوم، واحنا قلنا كلنا الثقه والهدوء. الثقه والهدوء كانوا عنوان النهارده امتصاص الحماس الشامل بتاع فرقه الرجاء. فرقه الرجاء حاولت، ولكن لعيب النادي الاهلي بخبرتهم بامكانياتهم ابتدوا وانهوا المباراة على امتصاص جميع الهجمات. عشان كده تيجي تكلمني على المباراة تقول لي ايه؟ قلنا لك قبل الماتش دي هتبقى ضربات ثابتة وكورنر. صح؟ وقلنا لك برضو قبل الماتش نبعد عن الحاجات دي خالص وعن العرضيات واللي هم التيكوف بتاعهم ويريحوا، ولكن هم فكروا في حاجة واحدة بس يا كابتن أيمن. فكروا في ضربة جزاء. فكروا في طرد حد من عندك. فكروا في فاولات على طول. ما فكروش في دخول الجيم بالهدف الاول. ما فكروش يلعبوا. يعني عندهم امكانيات ان هم كانوا يقدروا من على الاطراف ويعملوا عرضيات واكيد كانت هتلطش معاهم واحده. وعشان كده الشواهد والثوابت اللي تقول لك ايه، الكره الوحيده اللي عملوها بالعرض يا ايمن اللي هي عدت دي من دي المباغته الوحيده لينا في المباراه اللي هي راحت للراجل هو والجون، حتى هو اتخض هو مش مجهز نفسه ليها حتى، عشان كده راح حاطط بطن رجله حاططها بره. ولكن كل التوفيق كان للنادي الاهلي النهارده. شفت طبعا التغييرات العبقريه اللي عملها مارسيل كولر اللي هي تغييرات فراوده، اللي هو الضغط الامامي اللي احنا كنا بنتكلم عنه، اللي هو ناقل الحركه، اللي هو السرعات اللي هو كان طالبها، اللي هو احمد عبد القادر ومراوغاته يعني شفت الراجل الضغوط على الراجل حاسس بالفرقه بتاعت الرجاء ما عندهاش من يضغط عليها. ما حدش بيضغط على الفرقه دي كويس، لا كهربا يقدر لوحده ولا محمد شريف يقدر لوحده، ولكن طاهر محمد طاهر نادي الفريش احمد عبد القادر بامكانياته وفردياته اللي هو كنا محتاجينها في الوقت ده. فدي برضو علامه من العلامات او من الامتيازات اللي حصلت النهارده. التغييرات دي تغييرات موفقه جدا. كل الدنيا كانت تحب ان تشوف النهارده مجدي قفشه، ولكن نص الملعب بتاعك بصراحه مروان كالعاده، ديانج مجهوده الوافر، حمدي فتحي ان تايم في كل حاجه ورؤيته وازاي بيلعب الكره السهله وبعدين يطلع الكره على جنبه ويروح يكمل المثلث والهارموني اللي هو يقدر يسهل على الراجل اللي معاه الكره. النهارده انت لو عندك عمق هجومي من اول الماتش سريع، اعتقد ان الحاله البدنيه الكهرباء ما كانتش يعني ما عندوش اسعاف في الحاله البدنيه اللي هو دايما يلعب مع اخر واحد في فرقه الرجاء، كنت هتقدر تبني عليه.
تقدر تعمل سيروهات، تقدر تودي حد على الجول، تقدر تعمل من ناحية تانية بريستاو يقطع على الجول. لا، بريستاو بقى فاتح على طول، بيعمل حالة دفاعية أكتر من حالة هجومية، ودي برضو من الحاجات اللي ساعدتك النهاردة، إن وجود الشحات وبريستاو قفل اللعب بتاعهم من على الخطوط والمحاولة ليهم إن هم يحرزوا الهدف الأولاني. أنت كان ممكن تجيب هدف وتقدر تكون موجود في آخر ربع ساعة. حسيت بالأهلي، هم خلاص همدوا وهم سلموا الامر، زي ما انا قلت لك الاحباط بيوصل للنفوس وكده، وانت ابتدت الفريش بتاعك واللعيبه السرعات بتاعتك تبث الجري وتبث الروح في الملعب. فكان ممكن انت، انا بتكلم عشان المباراه الجايه، أيوة. يعني خلينا ناخد المباراه دي ما حدث فيها دروس. لازم يكون دروس مستفاده، درس لينا. احنا كسبنا هدفين في مصر، ما كناش كويسين قوي على فكره، ولكن كان عندنا الثقه والهدوء، ولكن استغلينا الفرصتين اللي جونا على احسن استغلال، وكان عندنا فرصه كمان كنا ممكن نبقى ثلاثه، واللي كان لينا بنالتي. الماتش اللي جاي بقى ان شاء الله بالشكل بالبتاع ده اكبر دليل عليك، او اكبر جايد بنسميه لينا في الماتش الجاي، هم الماتشين دول. تجيبهم وتشوف احداثهم وتشوف انت بتتلعب ازاي هناك، وتشوف الدنيا بتبقى عامله ازاي والحكام عامله ازاي. حكم ماسكك النهارده ليك بنالتي 200,000%، وال ما تعادتش حتى. لا لا لا، مش هتتعاد. لا لا، وانت بتشوف انت بتتحارب منين. انت بتتحارب من الاخراج ومن الحكم، ها، والتحكيم ده مش وبعدين من الفار كمان يا اسامه. يعني انت، يعني انا النهارده ما عدتش بتاع الراجل اللي راح شاف الهوا بتاع ديانج ده، ما شافش الراجل اللي بيتشد بايده اليمين ده وبيقع في الارض، يعني خبطه مع ضربه مع شده. ها، ف عشان كده ربنا بيكرمنا يا اسامه، وعشان كده يا عادل ربنا بيكرمنا. وانت قلت يا عادل الكره دي الراجل هيحطها في العرض وهتطلع بره. ليه قلت كده؟ عارف ليه قلت كده؟ انك انت باحساسك عارف انها مش بنالتي. دي مش بنالتي. كلنا بنقول ها اصله لا ما فيش، جبناها من ثلاثة زوايا وكده. ده افتراء. يعني ربنا الحمد لله، العدل. الحمد لله كابتن، الحمد لله ومبروك، وتيجوا بالسلامه ان شاء الله، وبنشكركم على المجهود الرائع ده، ان شاء الله. وانتوا تعبتوا وتعبتوا جامد، واحنا حاسين بيكم، فالف مبروك. الحمد لله رب العالمين. نروح لزميلنا كريم احمد واللقاء مع كابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. بجد التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. نقدر نقول بالتاكيد شوط اول كان رائع وشوط ثاني اكثر من رائع. نتيجه المباراتين الحمد لله وصلتنا وبطاقه التاهل للدور نصف النهائي. كل الامور دي هنتكلم فيها مع كابتن سامي قمصان. مبروك كابتن سامي. زي ما بنقول شوطين، والادوار دي تحديدا بتبقى شوطين، عشان كده بتكون المباراه الاولى مهمه جدا ان انت تحرز فيه هدف وما يخش فيك هدف، وده الحقيقه الهدف اتحقق منه النهارده. رغم الاجواء والصعوبات والتحفيز الجماهيري الكبير جدا، لكن رجاله كالعاده لعيبه النادي الاهلي عندها طموح، عندها امل كبير جدا ان هي تاخد البطوله. حطينا في الاجواء. الف مبروك يا كابتن. مبروك طبعا جمهور النادي الاهلي، وبشكر اللعيبه طبعا على الجهد دوت. زي ما انت قلت شوطين المباراه، الحمد لله الشوط الاول في مصر كسبنا الحمد لله 2-0، ساعدنا كتير جدا النهارده. شايف قد ايه الاجواء صعبه جدا، الضغوطات صعبه جدا، لكن اللعيبه تظهر الشخصيه ديت والاداء ده، اعتقد الحمد لله ده مجهود يشكروا عليه يعني. لكن زي ما نقول كل مره بنكرر دي خطوه، لسه قدامنا خطوتين ان شاء الله نقدر نحققهم، ونقدر نحقق بطوله ان شاء الله هتكون غاليه جدا لينا والجمهور النادي الاهلي ان شاء الله. ايام يمكن شويه قبل المباراه يمكن قعدنا اكتر من يوم هنا، ده يمكن بيزود الرغبه بشكل كبير، بتاخد على الاجواء، ودي يمكن رؤيه فنيه بكل الجهاز الفني بالكامل، ودي ساعدتنا بشكل كبير يا كابتن سامي على ما اعتقد. الحمد لله، وده درس اتعلمناه طبعا من الحاجات الخبرات اللي احنا لعبناها كتير في المباريات اللي زي ديت، ساعدتنا النهارده في المباراه، ساعدتنا في الاجواء، ساعدتنا في التركيز. فاعتقد الحمد لله النهارده اللعيبه كانوا مميزين جدا، والحمد لله مبروك وسعداء طبعا بالفوز دوت، ودي طبعا لجمهور النادي الاهلي تاهل. لكن بقى ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله بالنسبه لنا بطوله مهمه كبيره ان شاء الله قدرنا نحققها ونفرح بها جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. مستر كولر والجهاز الفني والمميزات الحقيقه في توظيف اللاعبين والادوار، وازاي تكون شايف اللعيب متحضر نفسيا، وازاي تقدر تستفيد بشكل كبير جدا، ده راجع للفايل الطبي وراجع للدراسه وراجع لامور عديده جدا يا كابتن سامي. اتكلم صح ولا لا؟ النجاح طبعا مرتبط بالمنظومه كلها، يعني مش بناحيه فنيه بس، ولا ناحيه مجلس اداره بس، ولا ناحيه طبيه. دي منظومه كبيره جدا يعني، بدايه من مجلس اداره لجهاز فني للعيبه لجهاز اداري لجهاز طبي لعمال الناس بتعبت واجتهدت لجمهور بتشجع ويدي دوافع للعيبه ويدي دوافع لكل النادي. فاعتقد الحمد لله ده نجاح كبير جدا للمنظومه كلها، واتمنى ان شاء الله اتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله بقى في الماتش اللي جاي، ماتش السوبر، ماتش مهم جدا بالنسبه لنا، وبطوله ان شاء الله نقدر نحققها، وتبقى ان شاء الله اعتقد يبقى بتدينا ثقه بقى لماتشات افريقيا، لان انت عارف الماتش الترجي على طول خلاص، انا اعتقد اللي هو كسبوه
فان شاء الله تبقى بالنسبه لنا بعدها ثلاث اربع ايام يوم 12، فان شاء الله تبقى دافع لينا باذن الله نحو بطوله افريقيا باذن الله. شكرا. شكرا. كل الشكر والتقدير للكابتن سامي قمصان، مبروك لكل لعيبه النادي الاهلي. زي ما اكدنا وقلنا يعني المباراه الاولى بتكون مهمه جدا عشان كده تقدر تحرز هدف واثنين وما تستقبلش هدف. الحمد لله نتيجه المباراتين وصلتنا الحمد لله لبطاقه نصف النهائي. مستمرين مع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي عقب انتهاء مباراه الرجاء والنادي الاهلي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. كابتن اسامه الف مبروك، تاهل الكبير، تاهل الفريق الافضل. الحمد لله. يعني اعتقد ان احنا كلنا كان عندنا ثقه انه صحيح الاهلي هيعدي الدور ده، وقلنا حتى مهما كانت حتى النتيجه حتى لا قدر الله لو يعني مهما كانت النتيجه هدف ولا حاجه برضه بس احساسنا ان النادي الاهلي هيعدي الدور ده. مظبوط. لكن طبيعه الحال لما الماتش بيتلعب بيبقى عندك شيء من التخوف لان دي كره قدم. بس احنا ما كانش عندنا ادنى شك. لا انا قبل المباراه كلنا قلنا ومتوقعين ان شاء الله الاهلي هيتاهل. مظبوط. ولكن في اثناء اللقاء بيبقى انت برضو غصب عنك لازم بتصبر. انت قعدتنا على اعصابنا. ايوه بس انا قلت لك قبل الماتش ايه؟ قلت لك قبل الماتش هنعدي ونعدي. بيذيع الماتش واحنا قاعدين بس طول ال 90 دقيقه طبعا قاعد على اعصابك واقف على دماغنا طبعا ليك حق. بقول لك احنا كنا متاكدين هو واقف 90 دقيقه على قلت انت مضطر اكتر من الحكم وبكل كلمه كل اجمل واخد برجفتين ضغط. ده الكوره بتبقى عند انس الزينتي يقول لك خطر وبتاع يا عم ده لسه ورا عند الجول. فلا فكان فالحمد لله كان عندنا ثقه. فمبروك لمجلس ادارتنا، مبروك لجمهورنا، مبروك للعيبه والجهاز الفني، وان شاء الله يكملوا على نفس الخطوات ديت لغايه النهائي والبطوله ان شاء الله. يا رب. مجهود كبير جدا اتبذل، اكتر من لاعب كان بيؤدي مهام الواجبات صح. بشكل كويس صح. يعني ممكن ده ما مزدوجه يعني كمان نيجي نقول يعني لما نيجي نختار نجم المباراه ممكن هنقول فلان او فلان. لا انت هتقول لي 7-8 لعيب. لا لا هقول لك لا انا هقول لك اتنين بس مش هقول دلوقتي مين هم كده. اوكي. فناس ادت مهام الواجبات بشكل كويس حتى لو ما فيش حد يعني ايه شاذ قوي في اللعب، يعني عمل مباراه غير طبيعيه لكن في اداء مهام الواجبات كويس بالنسبه للاربعه اللي ورا. بالنسبه لنص الملعب والتماسك وبين مروان وحمدي وديانج معاونه الشحات و بس اداء رجولي روح عاليه جدا شخصيه البطل ظهرت في بعض الاوقات. ما انا بقول لك بالذات انك ما اديتش احساس ان في خطوره على مرمى النادي الاهلي. مظبوط. يعني حتى هم لعيبه الرجاء لما بتيجي السرعه حتى على الاحتياطي ما عندهمش حلول في ياسين يعني تحس واحد بيبص في الارض واحد ماسك دماغه صحيح. احساسهم ان الماتش مفيش حلول مش لاقيين حل. مظبوط. الكره الوحيده اللي كانت هتدخلهم في المباراه ضربه الجزاء. لا طبعا الكره الاخيره دي ممكن تيجي جون لكن انا اقصد ايه ضربه الجزاء كانت اثرت عليهم نفسيا. كانت في نهايه الشوط الاول يخرج 1-0 يبقى العمليه قريبه. ايوه هيخرج منتشي، هيخرج عنده ثقه، هيخرج عنده امل، خلاص قربت. لكن احساسه من كره ضربه الجزاء ضاعت دي كمان عملت لهم احباط اكتر وثقه. بالعكس بقى ثقه لعيبه النادي الاهلي ابتدت تزيد، ابتدى في تحكم في نص الملعب في الكوره، ولكن يمكن هي بس الناحيه الهجوميه اللي كانت لسه ما بتكتملش. يعني في كور كانت ممكن يحصل فيها خطوره بس الحته الاخيره ما كانتش الدوسه الاخيره. يعني بس خلي بالك ده راجع برضو لانك انت كسبان 2 في مصر فحاطط برضو يعني الجزء ده في دماغك واللعيبه عندها الحته دي في دماغهم، فبرضو انك انت تغامر قوي هجوميا ما كانتش مطلوبه قوي. انا مش قصدي على المغامره. انا قلت لك احنا ادينا الشكل التنظيمي الدفاعي وان الخطوره قليله على الشناوي وجهد مساحات مقفوله في يعني باستثناء حاجات بسيطه، لكن الجزء الهجومي في بعض الكرات القليله اللي جت كان عايزه تركيز اكتر من كده. يعني في واحده جت لحسين الشحات لما اذا كان في اعاده او حاجه ناحيه الشمال كلنا قلنا لو شاط بشماله هو حب يرقص ويضمنها ويخش لجوه كان ممكن تتلطش اي حاجه تيجي جون. في كورتين مثلا بعد ما هم في الجزء الاخير لما طاهر وهاني اتحرحوا ناحيه اليمين كرة بتبقى سهلة قوي تتلعب لحد كويس بشكل كويس جوه ال 18 بتتلعب عرضية في ايد الجون سهل. يعني في بعض الحالات كان ممكن يبقى فيها تركيز اكتر من كده، لكن بصفة عامة الأداء جيد، روح عالية، خدت اللي أنت عايزه من اللقاء وهو صعود للدور الجاي بتأمين كويس
اكتر من لاعب بذل جهد كبير زي ما قلت، وبالذات نص الملعب، قصدي خط الظهر، خط الرباعي، خط رباعي الظهر، والناس في نص الملعب برضو قدم جهد كويس. التغييرات هنتكلم عليها ماشي. هنتكلم عليها يعني فنيا لما نيجي نتكلم على لكن مبروك واداء جيد والحمد لله. يعني كابتن عادل الف مليون مبروك، وكولر لتاني مره يتفوق على منزل كبير وتاهل منطقي للنادي ده. لينا يا كابتن، انا بدات الاستوديو بكلمتين لو فاكرهم، انه بالروح والحذر وروح القلب والقلب تأدي توصل. لا هديك بقى ست اسباب حقيقيين او خمس اسباب بس بسرعه كده حقيقيين انك انت النهارده عملت كده. رقم واحد فعلا روح الفلن الحمر، روح النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي. نمره اتنين طريقه كولر وقفته والطريقه. نمره ثلاثه تنفيذ اللاعبين، ودي كانت حاجه مهمه. نمرة أربعة إجادة الشناوي مع خط الدفاع مع جميع الخطوط. خلينا نرجع لنمرة اتنين تاني، أنت قصدك على طريقة كولر في إدارته للمباراة؟ لا في كله، الاستراتيجية كلها. نمرة خمسة الصبر ثم الصبر ثم الصبر كان في الملعب. صبر دفاعي. أنت النهاردة يعني الحتة الهجومية ما اكتملتش شوية لأن الضغط كان قوي عليك قوي. ولكن الخمس اسباب دول موصلت النادي الاهلي انه يوصل لكده. قبل خمس اسباب يا كابتن عادل حط بس توفيق ربنا في الاول. طبعا جت على ركله الجزاء حطت في العرض، وده توفيق ربنا سبحانه وتعالى. دي كان غيرت مجرى الماتش قبل اي اسباب يعني. ده اول سبب عادل قال دي هتيجي في العرض وتطلع بره. ده اول سبب كنت تقول مكشوف عنه الحجاب ما شاء الله. ما شاء الله ربنا بيلقنك تقول ايه. انا نتكلم على تاني حاجه اللي انت قلت عليها، طريقته، طريقه المدرب. اولا الطريقه مش بالنهارده، انت بتحضر للمباراه من المباراه. انت لعبت شوطين صح، انت لعب شوطين جيدين جدا مع الرجاء، شوط هنا في القاهره والشوط الثاني كان في المغرب. الشوط الاولاني في القاهره انت اجدت تاني شوط، عملت اللي انت عايزه ووصلت للهدف بناحيه جيده جدا، انك انت ممكن تكون ما لعبتش مثلا الشوط الاولاني في مصر هنا كويس، لكن الشوط الثاني سيد الموقف، لكن كسبت 2-0 هناك. انت عملت اللي انت عايزه، وهكذا الفرق الكبيره صح. الفرق الكبيره بتوصل للحته دي ان هم طول الوقت انا اوصل لاسرع للي انا عايزه في اقرب وقت ممكن. مزبوط. انت المره 19 للنادي الاهلي انك انت توصل الدور قبل النهائي. مظبوط 19 مره، ودي حاجة مش قليلة. إن شاء الله إن شاء الله نكمل، ولكن إحنا من عادتنا إن إحنا بناخد خطوة 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 خطوة. النهاردة حتة الدفاع اللي أنا قلت عليهم الشناوي خط الدفاع اللي قدامه ما كانش هيبقى بالصورة دي غير أما ديانج وحمدي فتحي ومروان يبقوا جيدين، غير أما يبقى بيرستاو والناحية التانية حسين الشحات ينزلوا يغطوا معاك ويشتغلوا معاك. انت النهارده لعبت يعني اول ما الكره تبقى مع فرقه الرجاء بتغير طريقه لعبك تماما، بتحولها 4-1-4-1، يسقط مروان تحت الاربعه في نص الملعب، حمدي فتحي وديانج بيبقوا الاثنين جنب بعض، ينزل بيرستاو ناحيه الـ اليمين اللي هي بتاعتنا، وينزل حسين الشحات، ويبقى الاربعه الموجودين. ويبقى حاجه تانية مهمه، محمد الشناوي صح وراهم وبيتكلم وراهم كتير قوي كتير قوي. يعني البنالتي لما جه احنا خايفين طول الوقت، احنا كجمهور اللي احنا قاعدين بنتفرج، لان الكوره مش في رجلينا احنا دلوقتي، ولكن قلناها وهقولها كتير، اديني روح الاهلي وفلنه النادي الاهلي، انا ما بخافش عليك، لانك انت افضل ناس افضل لاعبين بتتواجد في النادي الاهلي، افضل اداره بتلاقيها في النادي الاهلي، افضل استقرارا في الاداره بتلاقيها من النادي الاهلي. المدرب اللي بيجي يمرن النادي الاهلي، وانا بقولها انا راجل مدرب محظوظ جدا، لانه ما بيلاقيش الا كل حريه، بياخد حريه، بيشتغل براحته، محدش بيتدخل معاه، محدش بيقول له كلمه، بالعكس امكانيات على اعلى مستوى، بيتعمل له امكانيات فوق اللي هو عايزه. والحاجه الثانيه المهمه، انت ودي حاجه مهمه يا كابتن اسامه للمدرب،
انك طول الوقت عندك ثقة. الثقة ان مش هيحاسبوك بالحتة ولا بالقطعة. محدش يجي يقول لك انت عملت دي ليه وما عملتش دي ليه. في لاعبين كبار جدا احيانا المدرب ما بيكونش راضي عنهم او مش مقتنع بيهم، محدش بيتدخل معاه، بيدي لك الفرصة كاملة علشان تبدع وتشتغل. ودي درس كويس في الإدارة. صحيح. انك انت طول الوقت بتديني اكثر امكانية، اكثر امانا، ودي للمدرب بتبقى حاجة كويسة قوي. فالنهاردة الراجل بعد كل ده الراجل اشتغل كويس واجتهد كويس وعدنا الدور اللي هو وصلنا قبل النهائي. فالحاجات دي كلها كابتن من روح فلنة النادي الاهلي. صحيح. دائما انا بقولها، هديني روحك والله هتكسب اي حد. ومبروك لجمهور الاهلي الكبير العظيم. طبعا جمهور الاهلي انت اللي كسبتنا من هنا، انت اللي مكسبنا. مزبوط. وانت اللي هتكسبنا الماتش الجاي قبل النهائي ان شاء الله، وانت ان شاء الله اللي هتكسبنا النهائي باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن اسامه الف مليون مبروك لجماهير الاهلي العظيمه، ولا عزاء لحزب اعداء النجاح. اولا مبروك للنادي الاهلي، مجلس ادارته، اللعيبه، الجهاز الفني، الطب الاداري، كل منظومه النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي، حتى المجموعه القليله اللي كانت موجوده النهارده في ملعب المباراه. كل الناس كانت بتتفرج على المباراه، كل الدعوات اللي كانت موجوده، حتى ركله الجزاء اللي جت للرجاء، كل دعوات الجماهير النادي الاهلي. النهارده ما اقدرش اقول مين نجم المباراه. صح. لكن النهارده بقول كل لاعبي النادي الاهلي بالجهاز الفني، بالطب، بالاداري، بكل منظومه النادي الاهلي، هم نجوم اليوم النهارده. ابتدت لما المباراه الاولى كانت في القاهره والناس كلها اشتغلت على ان يكون في 52,000 مشجع من جماهير النادي الاهلي علشان اقدر احسم الامور من القاهره. الحمد لله ربنا وفقنا، استنينا الشوط الثاني اللي كان صعب جدا النهارده. ما كناش بنلعب فريق الرجاء بس، لا كنا بنلعب الرجاء، بتلاعب جمهور الرجاء، بتلاعب حكم للاسف حكم شخصيته ضعيفه لا ترتقي انه يلعب في الاجواء دي. شفنا النهارده يعني لعيبه الرجاء كانت عايزه عوامات في ال 18. كل لعيب يقع الحكم يقف ويصفر ويشوف الفار. فالنهارده لعيبه النادي الاهلي كانت رجاله. التفاصيل الصغيره في المباراه دي كولر كان مذاكرها ومركز فيها. مزبوط. قلنا النهارده ياسر ابراهيم مكان محمود متولي، مباراه محتاجه قوه بدنيه، محتاجه شراسه دفاعيه، محتاجه التحامات، محتاجه كرات عاليه، محتاجه سرعات، دي متواجده في ياسر ابراهيم. فالنهارده اختيار كولر للعناصر اللي هيبتدي بيها كانت عناصر جيده جدا. محمد الشناوي النهارده شخصيه القائد في الملعب، شخصيه حارس مرمى كبير. وقلنا زي ما كان في وقت من الاوقات بننتقد محمد الشناوي على بعض الاخطاء، لكن النهارده لازم نديله حقه. النهارده فعلا عندك حارس مرمى كبير، محل ثقه لكل لعيبه النادي الاهلي في الملعب النهارده. تعامل مع كل الكرات بهدوء، حتى الكرات الصعبه اللي اتلعبت عليه، حتى في ركله الجزاء ما نقلش الضغط للاعيبه بتاعت النادي الاهلي، لا كان عنده هدوء، عنده ثقه، عنده تركيز في المهمه اللي كان داخل عليها يعني. ياسر ابراهيم واحد من نجوم المباراه، محمد عبد المنعم واحد من نجوم المباراه، اثنين النهارده شالوا خط دفاع النادي الاهلي، كل الكرات العاليه تعاملوا بيها بشكل اكتر ممتاز، سواء الاماميه اللي جايه من دفاعات الرجاء او الكرات العرضيه. كان عندهم هدوء كمان في ال 18، شفنا لعيبه الرجاء كل كره بتروح تدخل ال 18 تقع، فكان عنده الهدوء. دي النقطه اللي كان كباتن بيتكلموا فيها، الصبر في المباراه. محمد هاني من احلى المباريات اللي انا شفتها لمحمد هاني النهارده. يعني لعب في كاس العالم واحرز في كاس العالم للانديه وعمل مباريات، لكن النهارده مباراه عنده شخصيه. كان تقيل، بنشوف لما الكره بتيجي تطلع اوت في المكان ده عايز ياخد خام خطوه لقدام ويكسب بيها. بس هو عشان نديله حقه برضه هو عامل موسم كويس قوي. لا لحد دلوقتي عامل موسم هايل محمد، لكن المباراه دي مختلفه بالنسبه لي النهارده. محمد هاني دفاعيا قوي جدا النهارده. التصرفات النهارده كل هجوم الرجاء من ناحيه الشمال او ناحيه اليمين ناحيه محمد قام في الحته دي بدور مليون في الميه. صح. هي كره واحده بس اللي عدت واتعملت والشناوي اتعامل معاها، لكن ادى مباراه كبيره. علي معلول اللي احنا كنا بنقول عليه الجناح الطاير على طول، النهارده كان واقف امتى. صح. يطلع، كان عنده تركيز النهارده، طلع في كورتين ثلاثه عمل فيهم خطوره، لكن كان عنده النهارده برضه تركيز دفاعي. النادي الاهلي النهارده على المستوى الدفاعي ادى مباراه كبيره. ثلاثي خط الوسط مروان عطيه،
قال لي ديانج اللي النهارده جري كميات كبيره جدا، وحمدي فتحي اللي برضه بعتبره واحد من نجوم المباراه. خط وسط النادي الاهلي النهارده كان عليه دور كبير جدا، علشان كده بقول النهارده كل لعيبه النادي الاهلي النهارده نجوم. النقطه المهمه برضه كانت نقطه مهمه جدا في البطوله دي، الخساره من سان داونز. ازاي النهارده يبقى عندك مدير فني كبير بعد الخساره، ازاي ترجع، ازاي تغير اسلوبك؟ كنا بننتقد كولر في كاس العالم للانديه هو بيلعب ريال مدريد والجيم مفتوح، فلامينجو والجيم مفتوح، وهو بيلعب وعايز يكسب وبتلعب من اكبر فرق في العالم. النهارده لما كولر يتطور دفاعيا، ونشوف النهارده بيلعب الرجاء في وسط ملعبه وسط جماهير الرجاء، والرجاء ما يعملش هجمه غير ممكن هجمه وركله جزاء مشكوك فيها، لا النهارده كولر غير طريقه اللعب. نادي الاهلي 4-3-3 اتطور دفاعيا. ازاي كنا بنقول المباريات الافريقيه، لا ده النهارده حفظ الشكل الافريقي، ازاي يتعامل مع المباريات خارج ملعبك، ازاي يتعامل مع المباريات داخل ملعبك. فالنهارده النادي الاهلي كان هو الافضل في الناحيه التنظيميه، في الناحيه التركيز داخل ال 90 دقيقه. المباريات اللي زي دي زي ما انت بتعد فني، ازاي بتعد نفسيا للاعبين. طبعا النهارده الاعداد النفسي كان هايل طوال ال 90 دقيقه. النادي الاهلي النهارده كابتن ايمن بيكتب رقم جديد، النهارده انت بتتكلم المره الرابعه على التوالي توصل للدور قبل النهائي، والمره 19 في تاريخ النادي الاهلي بيوصل للدور قبل النهائي. فدي ارقام فعلا يستحقها النادي الاهلي بتاريخه الكبير. الحاجه الثانيه، انت بتلعب النهارده فريق محترم، فريق الرجاء هو افضل فريق في دوري المجموعات. اللي بالك ماتش القاهره هنا دي كانت اول هزيمه لفريق الرجاء في مشاركته في البطوله الافريقيه، وخلي بالك الفريق الرجاء كان افضل فريق بالنتائج. مزبوط. كان اقوى خط بالأرقام. دفاع، اقوى خط صح. هجوم في دوري المجموعات. سيمبا رايح جاي لما انت تتعامل معاه بالشكل ده النهارده وتقصي فريق الرجاء في وسط جمهوره. وخلي بالك دايما بتبقى الحسابات المباراه الاولى على ملعبك، المباراه الثانيه خارج ملعبك، فبتلاقي فيها صعوبه. النهارده لا، شخصيه النادي الاهلي بالشكل الجديد، الشكل الدفاعي، ومش عيب النهارده انك انت يعني تدافع ويبقى عندك تنظيم دفاعي. كان في وقت من الوقت كان عندك استحواذ في ارض الملعب، ظهرت فرصه او فرصتين كنا ممكن نخلص فيهم، لكن النهارده بحيي كولر على صح. ولا وعايز اقول لك حاجه، حتى لا قدر الله لو طلعت النهارده كنت خسران 1-0، بس انت المهم ان انت اديت المهمة بتاعتك، وصلت الهدف بتاعك. وصلت الهدف بتاعك طبعا. علشان كده النهارده لازم نشيد برضو بكولر. التفاصيل الصغيره، حته ياسر ابراهيم بمحمود متولي كان طبعًا موفق فيها بشكل كبير جدا. طبعا حمدي فتحي موجود علشان عمرو السوليه واصابته، لكن هو كان هيلعب بالشكل ده النهارده. ثلاثي خط الوسط ادى مباراه كبيره مع الخط الدفاعي محمد صحيح. الشناوي. حتى التغييرات النهارده، النهارده تخيل في في في, في الوقت في مثلا في الدقيقه 70 لما تنزل طاهر وتنزل احمد عبد القادر، فانت النهارده بتدي بتريح بيرسي تاو وبتطلع حسين الشحات وبتنشط الناحيه الهجوميه بتاعتك. فالنهارده عايز يضغط، وظهرت فرص مع احمد عبد القادر ومع طاهر، يعني نشطوا الناحيه الهجوميه. فالنهارده كولر كان مذاكر فريق الرجاء، النهارده بنحييه تحيه كبيره، بنقول له الف مبروك. النهارده كان مذاكر المباراه بشكل جيد، والنهارده واحد ايضا من نجوم المباراه. لكن لعيبه النادي الاهلي النهارده لعيبه رجاله وتستحق الفوز عن جدار النهارده. صحيح كابتن شريف، يمكن اضاعه ركله الجزاء كانت نقطه تحول لصالح النادي الاهلي الشوط الثاني. احنا كلنا قلنا مش عايزين يخش فينا جون في الوقت ده، لان ده نفس الوقت اللي احنا جبنا جون فيه في مصر هنا. مظبوط. وانت داخل وكسبان 1-0 غير وانت داخل متعادل 0-0، خاصه في المباراه دي. المباراه دي هدف يعني كل المعنويات، انا هنزل بيها الشوط الثاني، هفتح خطوطي كلها، هضغط عليك باي شكل، ودي بمثابه قوه كبيره جدا. كان الهدف بتاعي يخليك في حكايه ثانيه. صحيح. يعني هيخليك انت مش عارف زي ما اسامه بيقول الميكانيزم بتاعك في الملعب. مظبوط. هيمشي ازاي، هتبتدي ازاي، وهتبتدي ازاي. طب الايقاع والتيمبو اللي انت شغال عليه، اللي هو بتمتص كل الحاجات اللي هي بتحصل في الملعب. نص ملعبك واقف على حيله، واقف لما بيبقى مغلوب 1-0، لا نص ملعبك هيتخلى وهيخاف وهيحاول يجيب هدف. ايوه. نص ملعبك هيحاول يهجم. تغييرات الهجوم دي هل سيفطن ليها مارسيل كولر بسرعه، ان لازم يطلع كهربا، ولازم على فكره احنا قلنا كهربا لازم يطلع كلنا من الهاف تايم ده، يبقى اول تغيير لازم عشان عايزين في العمق سرعات لقدام. وكلنا قلنا محمد شريف، يعني ما حدش فينا قال لا ينزل طاهر. اللي قال طاهر مثلا ولا حاجه كان على اساس تغيير
في شكل الخط كله هيدخل بيرستاو ويخلي طاهر في اليمين و... لا يعني برضو مقبول وده حصل برضو لقينا طاهر اول ما نزل راح ناحيه الشمال ركن مع احمد عبد القادر وحاولوا يخترقوا من الحته دي مع علي معلول في الوقت اللي انت بتلعب فيه دايما 0-0 ده مفيش احلى من كده في الوقت اللي انت كسبان فيه 2-0 مفيش اجمل من انك انت تحاول تحافظ وتزهق الفرقه اللي قدامك وانت كل كره قلت لك بتمسكها وبتلعبها صح وبتنقل حركه لقدام كل ده بيجي على حساب الفريق اللي قدامك خلاص تركيزه ومعنوياته بقى باحباط والكورتين اللي راحوا منه كمان مش هتجيله اسهل من كده الكره اللي عدت دي مش هتيجي اسهل من كده كره كان ممكن تخش فالحفاظ على شبكتك والكلين شيت وانت بتلعب ده دايما اللي بيديك انت روح القتال الروح اللي بيتكلموا عليها الكباتن انت على طول تيشيرت الاهلي هو اللي شغال على طول بطلع على طول انا صح على طول احنا كلنا صح على طول مفيش نرفزه من اللعيبه مع بعض لو دخل فيه كون او دخل فيه اي حاجه كله بيتخض كله بيحاول يامن زياده كله بيحاول لغايه لما هتشوف بقى هيخش فيك التاني ولا لا او انت بتحاول انك انت تجيب هدف يخليك تروح للاربع اهداف ف في حاجه لا ما يمقش مش كويس قول لي عايز ايه انا مبسوط ان النادي الاهلي طبعا تخطى الموقف الصعب دوت خصوصا ان في حاجه يا كابتن مهمه جدا يمكن احنا اتكلمنا فيها برضو الحلقه اللي فاتت يمكن او الاستوديو اللي فات ان في ناس كانت مستنيه وقعه للنادي الاهلي لا ما هو ده مستنيه من عند من ساعه الهلال من قبل الهلال احنا قلنا لو عدينا الهلال يا كابتن طلعوا بعد سان داونز بالظبط احنا قلنا لو عدينا الهلال هنقابل سان داونز في الفاينل في الفاينل كلنا قلنا كده الاهلي لما بيروح والناس كلها عارفه الاهلي لما بيروح في المنطقه دي تعامل تاني في الادوار دي شخصيه البطل بتبان مظبوط كل الناس دلوقتي منزله لك الكبير ايوه الكبير الكبير وصل خدت بالك ويجيبوا طبعا مسلسل الكبير وبيعملوا عليه حاجات عن الاهلي فمن حق الناس تفرح من حق الجماهير اللي هي راحت وراح تروح ان شاء الله ماتش الترجي هتكسر الدنيا باذن الله بمناسبه ماتش الترجي ماتش الذهاب العكس بقى يعني هنروح عندهم الاول الذهاب الاول بره والماتش الثاني ماتش العوده عندنا ده اللي كنت بتتمناه انت وربنا يسهل بس نعديها وبعدين نبقى لينا بعد كده كلام تاني ان شاء الله فلينا كلام تاني باذن الله الف مبروك الحقيقه كباتن قالوا كل حاجه احنا ساعات واحنا بنتفرج بنبقى لينا امال ايوه لينا هوبنج كده ان الفرقه بتاعتنا تبقى في احسن حال ساعتها الفرقه بتاعتنا الاهلي احنا الاهلي احنا اللي نجيب الجوان احنا اللي نهاجم احنا اللي نلعب عرضيات مختلف تماما يخش علينا 10 كورنر هو الحكم مش احنا انت فاهم لينا 2 كورنر ما بناخدهمش بيصفر قبل ما الكره تطلع بره صحيح. الراجل يلمس اي حد تيت علينا بس دي الظروف بتاعه افريقيا اللي كلنا اتربينا فيها مزبوط. اللي كلنا عارفينها ما فيش جديد علينا في حاجه ده احنا ده في ملاعب ما تلعبش عليها كره اصلا كنا بنروح نلعب عليها ويعني الحمد لله ان اليومين دول بقى في ارضيه اللعيبه تلعب عليها كويس او يحاولوا يادوا فيها واي حاجه فالضربه الجزاء زي ما انت قلت ترنو هي الحكايه طيب. كلها صحيح نقطه التحول في المباراه ظلم بقى مش ظلم هي الحكايه كلها زي بتاعه كهربا صحيح. تيجي بتاعه كهربا وتجيبها جون جيم بنسميه بنرمي الفوطه خلاص الجيم هوب وانت في حاجات بتحصل لك كمان يعني تبقاش محتاج اكتر من كده الجماهير ماشيه برضو بتاعه الرجاء هارد لك وضيعوا كام كوره وكده يعني مفيش تقصير كمان من فرقه الرجاء صحيح. الحقيقه هي دي صحيح. الامكانيات اللي عندهم بقالهم فتره مش ماشيين كويس بس كانوا يأملوا النهارده ان يكون ليهم كامباك يعني او عوده بالنسبه لجماهيرهم يعني أيوة. انما ادوا اللي عليهم وادوا جيم محترم وهم فرقه محترمه جدا وجود لك في النسخه اللي جايه باذن الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله نروح لفاصل نرجع بعد الفاصل نكمل مع نجومنا الكبار انتظرهم مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين كابتن اسامه محمد الشناوي رباعي خط الظهر ثلاثي خط الوسط تحملوا عبء المباراه النهارده وتفوقوا على وسط وهجوم وجماهير الرجاء المغربي ما انا قلت لك المجموعه دي
والشكل التنظيمي الدفاعي كانوا نجوم المباراه. يعني حتى في التعامل مع كرات السبت كانوا مميزين جدا جدا طبعًا جدا. اولا من الحاجات الخطوره اللي معروف بيها شمال افريقيا، فرق شمال افريقيا عامه، كرات السبت صحيح. واحنا كنا قلقانين من النقطه دي وقلنا عليها مزبوط. ان لازم يبقى في حرص. جالهم 9 كورنرز على مدار الشوطين، 4 في الشوط الاولاني و5 في الشوط الثاني، لم يستفيدوا تقريبا كلهم الديفنس والشناوي اتعاملوا معاهم كويس صح. سواء المدافعين ياسر ومحمد عبد المنعم وهاني ومعلول، حتى الناس اللي من ورا زي حمدي فتحي لما بيرجع والناس اللي قدام، لان كله بيرجع في الكورنر، او الشناوي. يعني في كوره واحده اللي اعتقد خابة او زارون لعبها بدماغه، كانت في بدايه اللقاء وطلعت عاليه من فوق العارضه، يعني دي الوحيده اللي اتخطفت في الشوط الاول. دي الشوط الاول الوحيده اللي اتخطفت من التسعة، ودي نسبه كويسه جدا طبعا. لان بقيه الكورنرز رغم عددها يعتبر كبير في المباراه زي ديت، لكن ما استفادوش منها. ففعلا الرباعي او الكام السباعي او الثماني ده، لان الشناوي واربعه ديفنس ثم ثلاثه في نص الملعب، يعني 8 من ال 11 كانوا قافلين يعني المساحات معظمها باستثناء حاجات بسيطه، وده في كره القدم انت ما بتلعبش لوحدك، انت بتلعب فرقه بطله قبل كده، فرقه معاها جمهور مالي الملعب، بيلعبوا على ملعبهم، خسرين الماتش الاولاني 2-0، فلا بد هيحصل بعض الهجمات او بعض الاختراق اللي هو حصل شويه في الجنب اليمين صح. وبالذات في الشوط الاولاني، يعني بالذات الشوط الاولاني، ولذلك يمكن كان بيرسي تاو ما بيميلش قوي ناحيه هاني، كان بيحاول ديانج، لكن ياسر كان قايم بدور كبير في التغطيه ورا هاني في اكتر من موقف مزبوط. حتى احيانا مروان كان بيجي في المنطقه ديت، و يعني كل الاربعه الديفنس والثلاثه اللي قدامهم مع الشناوي اتعاملوا في المواقف الدفاعيه كلها بشكل كويس. واحد زي علي معلول، وقلنا الكلام ده كلنا قبل اللقاء ان احنا كسبانين 2-0 صح. علي معلول مش مطالب انه يتقدم على طول مزبوط. لانه معروف ان علي معلول من اساسيات القوه الهجوميه للنادي الاهلي صح. يعني انت لو ما تشوف معظم مزبوط. الماتشات علي معلول مشارك في معظم الهجمات مفتاح. المؤثره مفتاح لعب في ناحيه الشمال في الناحيه الهجوميه مزبوط. للنادي الاهلي مزبوط. فاحنا قلنا انه لابد انه النهارده يبقى متاني، لما يطلع بحساب. وعلي معلول اكيد بتعليمات مستر كولر، اكيد من خبراته اللي عنده، اللي هو يعني راجل لعيب كبير سواء على المستوى المنتخب التونسي او على مع النادي الاهلي، عنده لعيب كبير، عنده وعي من اللعيبه اللي بتعرف تفكر في الكوره. يعني علي معلول مش من اللعيبه اللي تقدر تقول جسمانيا قوي في موضوع الالتحامات وكده، ده في اسلوب لعب كده. علي معلول بيلعب بمخه قوي، يعني مزبوط. لعيب يعني عنده دماغ، بيعرف يتصرف، بيعرف يقف، بيعرف امتى يطلع في الوقت المناسب، امتى بيزيد في الناحيه الهجوميه. فالنهارده كان قايم بدور برده دفاعي كويس، قافل الجنب الشمال كويس، وغطى في اكتر من كره خطر، لان هم في فتره ابتدوا يلعبوا كرات اماميه طويله مزبوط. من ورا، من الخط اللي ورا، سواء من اسماعيل المقدم او الهدودي او من حتى عبد الله مدكور اللي هو الظهير الايمن، بيعملوها طوليه او من الناحيه الثانيه عكسيه، عايزين يعملوها خلف علي معلول صح. فهو معظمها قطعها، يعني معظم الكور اللي كانت بتتلعب في ظهره او عايزين يعملوها من ظهره كان بيقطعها، سواء بيقطعها ويستلم وبعدين في الزنقات لما اللعيب بيدي له الكوره من عندنا ما بيتخضش، بيتصرف فيها كويس قوي بثقه، يعني عنده ثقه في الموضوع ده. و يعني طبعا اكيد جه اكتر من كورنر من الناحيه دي، بس زي ما قلت لك انه ما كانش مخترق، فبرضه ادى مباراه كويسه. طبعا 2 اللي هم ياسر وعبد المنعم يعتبروا يعني من نجوم اللقاء صحيح. في الكور العالية ممتازين، في الرقابة ممتازين، حتى في التصرف في الكورة في الوقت الأوقات اللي كان بيضغط فيها الرجاء بيتصرفوا كويس مزبوط. فهم من نجوم اللقاء طبعا. الثلاثي نص الملعب زي ما انت قلت،
مروان واقف متمركز كويس، حمدي ناحيه الشمال مع علي معلول، وديانج من ناحيه ديت ناحيه اليمين مع هاني. وان كان ديانج لما بيدخل للعمق بيبقى عنده مساحه اكتر، عنده مساحه اكتر، لان ديانج عايز يلعب في مساحه عرضيه كبيره انه يغطي على اليمين ويغطي على الشمال ثم يخترق من العمق كده. لكن لما بيميل ناحيه الجنب شويه بحس انه متكتف شويه، لكنه عمل مجهود عالي جدا. وكان قافل برضو الجبهه اليمين مع هاني وبيرسي تاو. ف كل المجموعه دي عملت ماتش كويس وقدروا يطلعوا بنتيجه اللقاء، الحمد لله رب العالمين. يعني من الاسباب الرئيسيه بطلوع نتيجه اللقاء بصفر صفر. صحيح. نروح لاحد نجوم المباراه اليوم، مروان عطيه، ولقاء مع زميلنا كريم احمد. بجد التحيه لكل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي، واحد من اهم اللاعبين الحقيقه، يعني نجم كبير ان شاء الله، مستقبله كبير جدا مع النادي الاهلي وكل اللعيبه الحقيقه، مروان عطيه. مبروك يا مروان، ربنا ما بيكافئ بشكل كبير جدا، يا رب يحفظك ان شاء الله باذن الله وتستمر على الاداء ده، لان جمهور النادي الاهلي مستني منك كتير جدا يا مروان. مبروك ليك ومبروك لكل اللعيبه الرجاله. حابب تقول النهارده على الفوز المهم والتاهل لدور نصف النهائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حابب اقول الحمد لله، طبعا كان ماتش مهم وماتش صعود وماتش مش سهل في فرقه الرجاء في وسط جمهورها. الجمهور ده يعتبر من احسن جمهور في العالم، جمهور كويس جدا، ما بطلش تشجيع من اول دقيقه لاخر دقيقه. والماتش كان صعب جدا، هما نازلين عايزين يكسبوا، والحمد لله قدرنا ناخد اللي احنا عايزينه من الماتش ونتاهل الحمد لله يعني. وبعد كده عندنا ماتش السوبر باذن الله بنفكر فيه، خلاص ده ماتش وخلص، بنقفل الصفحه وبنفكر في ماتش الزمالك اللي جاي باذن الله. وببارك للجهاز وللاعيبه والاداره والجمهور كله، اللهم الحمد لله، وان شاء الله نقدر نفرحكم دايما باذن الله. كبيره جدا من مستر كولر معاك، والتعليمات على طول بيحفزك، وحتى في الكواليس مروان بنشوف حاجات بتدي دفع وبتحملك مسؤوليه كبيره جدا الفتره اللي جايه. الحمد لله، طبعا هو مستر كولر بيتعامل معايا كويس وبيتكلم معايا كويس الحمد لله يعني، بمساعده زملائي برضو. انا في الملعب من غير زملائي مش هبان كويس، والحمد لله الواحد بيقدر يؤدي ويسمع تعليمات المدرب ويساعد زمايله في الملعب، والحمد لله الواحد بيظهر بشكل كويس يعني. اخيرا قفلنا الصفحه، خلاص عندنا مباراه مهمه وعندنا بطوله مهمه، بطوله السوبر بالنسبه لنا، شايف البطوله ازاي؟ ونقول ايه لكل جمهور النادي الاهلي اللي كان متواجد ورانا مروان؟ لا، نقول لهم ان شاء الله باذن الله ماتش السوبر دي بطوله مهمه جدا، وبطوله زياده تخش النادي باذن الله، وان شاء الله احنا مركزين من اول بكره، من اول ما نرجع ان شاء الله. ان شاء الله خلاص ماتش الرجاء خلص وبنفكر في ماتش السوبر، ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله وناخد السوبر باذن الله. حبيبي ربنا يخليك، الله يعزك. كل الشكر والتقدير لواحد من نجوم النادي الاهلي الحقيقه، مروان عطيه، وكل اللاعبين الحقيقه، الكل على قلب رجل واحد، وده اللي احنا بنتمناه من كل لاعبي النادي الاهلي. خلاص صفحه، مباراه انتهت، خلاص عندنا القادم ان شاء الله باذن الله مباراه السوبر. يا رب ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. كابتن عادل، للمره الثانيه يتفوق كولر على منذر في خلال اسبوع، اسباب تفوق مستر كولر النهارده؟ شوف يا كابتن، اول حاجه الفرق ما بينهم في الدفاع المنتظم اللي عمله كولر هنا وهناك، يمكن هنا كان اقل شويه، ولكن التنظيم اللي عمله افضل كتير من منذر، ده رقم واحد. رقم اتنين، لعب الكره على الارض كتير قوي. احنا لعبنا كره النهارده في اخر المباراه او في كنت بتضيع اكتر من 20-25 ثانيه انت اللي بتمتلك الكره. فرقه الرجاء هنا وهناك ما عملوش دي، فانت بتتكلم على الناحيه التكتيكيه في الباص والتحرك كولر اعلى. الاعداد النفسي في المباراتين، مش في مباراه واحد، انت شفت في مباراه هنا الاعداد النفسي بتاعك كان عالي جدا، وصلت انك انت تجيب هدفين، انت وصلت انك انت دلوقتي في الوقت الحالي ما بتضيعش جوان كتير. صح. ودي حاجه مهمه جدا تحسب للمدرب، ان كان بنضيع جوان كتير جدا، لكن دلوقتي لا. الناحيه الثانيه الاعداد النفسي لفرقه الرجاء، النهارده الكابتن شريف قال كلمه مهمه واحنا قاعدين مع بعض، قال لك لولا ان هم طول الوقت عايزين يدخلوا جوه ال 18 وعايزين يقعوا وعايزين ياخدوا بنالتي وعايزين يعملوا، ما اهتموش باللعب اكتر من انهم عايزين يكسبوا باي موقف ثابت وخلاص، واي موقف. فالاعداد النفسي ما بين الاثنين مدربين كولر اتفوق عليه. تثبيت الفريق في المباراتين، انت غيرت الترالي، يعني انت وصلت انك انت تغير لاعب او بالكتير اتنين، بس هو لعيب، لكن هو عنده تغيير اربع لعيبة مهمين جدا، اعتمد على المواقف الثابته، فلاعب لعيبه في المواقف الثابته وساب اللعيبه المهمه اللي عنده. الحاجه الثانيه المهمه، في لعيبه جايه من الاصابات كتير عنده كانت، وكان المباراه في ضغط عصبي وقوه وجري، ف
فضل انه يلعب بيها، بدليل ان واحد اتعور من اول اللي هو السيرد باك اتعور في اول 5 دقايق، في الاخر كره اتفوق على منذر بمراحل كتيره قوي كبيره، بمراحل تقدر تقول انه ده مدرب متمرس، ولكن في الاخر مين اللي بينفذ؟ اللاعبين. والاعداد النفسي بتاع المدرب مهم جدا، افتكر ان هو كولر تفوق عليه كتير قوي. صحيح. طيب كابتن اسامه، يمكن الكل بيقول ان انت لما بتلعب بشكل دفاعي انت ما بتحكمش في سير المباراه، ولكن انت اللي فرضت شخصيتك النهارده على فرقه الرجاء، انت اللي فرضت على فرقه الرجاء انها تلعب بالاسلوب ده، لدرجه ان هم اخر تلت الساعه ما كانش عندهم، هم اصلا طول الماتش ما عندهمش حلول، لجأوا اخر 20 دقيقه ما عندهمش حلول هجوميه، بقوا يلعبوا الكرات الطوليه اللي هي كانت سهله بالنسبه لمدافعي النادي الاهلي. خلينا دايما نتكلم يا كابتن ايمن بالارقام. ماشي. ارجع لاخر 8 ماتشات للنادي الاهلي، منهم 7 ماتشات شباك نظيف. صح. في بس مباراه بيراميدز اللي يعني دخل فيك هدف، لكن 7 ماتشات من 8 ماتشات ما تدخلش فيك اهداف، دي نسبة جيدة جدا. دايما الفريق البطل علشان تاخد بطولة انت ما بتشوفش الشكل الهجومي بتاعك اولا، لا ده انا الشكل الدفاعي، الشكل المنظم بتاعي في الخطوط الخلفية هو ده اللي بيجيب البطولة. ازاي ما تلقاش اهداف؟ النهاردة كابتن عادل قال كلمة مهمة جدا، قال كولر برضو كان واحنا بنلعب في القاهرة كان ليك شكل دفاعي، ما كانش شكل دفاعي كبير لكن برضه كان محافظ على الشكل الدفاعي. صح. ازاي ما تخش فيك هدف؟ بص كان في مقوله زمان للكابتن جوهري وكان الكل يعني بيهاجمه في الحته دي، ولكن هو اثبت صحه وجهه نظره. ان هو كان بيقول لك ايه؟ طول ما انت بتدافع صح وبتدافع كويس ممكن تكسب الماتش في اي وقت. طب لما بيدخل فيك هدف مطالب تجيب هدفين بالظبط عشان تكسب وترجع للمباراه، ترجع للمباراه، فالامور بيبقى فيها صعوبه، بيبقى فيها محتاج ضغط اكتر، محتاج نفسيه اقوى. طب ليه؟ طب انا حافظ على شباكي. صح. والهدف ممكن اجيبه في اي وقت. علشان كده دي السياسه اللي شغال بيها كولر خلال الفتره اللي فاتت، وكمان ابتداها في مباراه الدوري قبل ما يبتدي في مباراه الهلال ومباريات الدوري دور الثمانيه، بدا يبتدي او بدا يشتغل في الدوري طريقه 4-3-3، بدات اللعيبه تتقنها وتجدها، فبدا يشتغل خلال الفتره اللي فاتت بالشكل ده، مع ان هو في البدايات كلها كان بيلعب 4-2-3-1. ده بقول لك قدام ريال مدريد. ايوه، لعب فلامينجو قدام اقوى فريق في العالم. صح. قدام فلامينجو لحد اخر وقت، وبتلعب بنفس الاسلوب نفس الطريقه. أيوة. وتغير هو نفس الشكل 4-2-3، لما كولر لا ضلته في 4-3-3. أيوة. وكمان عنده الاوراق اللي تقدر تشتغل الطريقه دي. النهارده مروان عطيه لما دخله، وبرضه الكلمه دي هفضل اقولها كل استوديو، مكسب كبير جدا. طبعا. للنادي الاهلي. طبعا. من اهم الصفقات اللي ابرمها النادي الاهلي خلال السنوات الاخيره. أيوة. مروان عطيه قدر يحلله في نص الملعب، طبعا عنده حمدي فتحي، عنده ديانج، عنده السوليه، عنده الاوراق، لعيب قعد ممكن بيستغله في المباراه، فعنده الاوراق اللي يقدر يشتغل بيها. راضي عن ديانج النهارده؟ ديانج النهارده ادى مباراه كبيره. صحيح. النهارده خلي بالك بيرسي تاو ما كانش بيرجع بنسبه 100% مع محمد هاني، فكان بيميل ناحيه محمد هاني يقدر يعمل التغطيه، كان عنده دور مزدوج النهارده طبعا، وكمان كان ليه اختراقات النهارده. صح. اليو ديانج جري كميات جري كبيره جدا. مزبوط. في نص الملعب قطع، عايزين نطمن عليه بس. كان بينقل الكرات بشكل يعني سريع لنص ملعب الرجاء. صح. لا النهارده ديانج واحد من نجوم المباراه. انا بس مع مكسب النادي الاهلي وتخطيه للدور قبل النهائي، بتلاقي جمله بتطلع ومقوله تطلع تسمعها من يعني من الناس، تقول لك اصل الاهلي محظوظ، حزب اعداء النجاح. الاهلي محظوظ. الاهلي محظوظ قدام الهلال لما قطر طاير ضيع ركله الجزاء. والنهارده الاهلي محظوظ لما كره لاعب الرجاء جت في العرض. طب والاهلي محظوظ لما كسب الهلال 3 في مصر؟ لا دايما لما كسب الرجاء 2-0 في مصر. الحظ يا كابتن ايمن ما بيروحش غير للمجتهد. يعني ما فيش واحد نايم ومتغطي بالبطانيه والحظ هيروح له. التوفيق دايما بيروح للانسان المجتهد. طبعا. والمجتهد مش في الملعب بس، انت بتتكلم كمنظومه النادي الاهلي. صح. النهارده لما يبقى عندك اداره بتشتغل يوم ماتش الهلال عوده مره اخرى للجماهير، 50,000 مشجع من جماهير النادي الاهلي، ناس اشتغلت وناس حاولت وشكرت المسؤولين اللي خدوا القرار، وجمهور النادي الاهلي اللي حضر وكان اللاعب رقم واحد ودعم. فالنهارده الحظ والتوفيق هيجيلك في الوقت ده. المباراه الثانيه مباراه الرجاء، ان عايز جمهوري، فتبدا ادارتك تخاطب المسؤولين وتبدا تجيب جمهورك. ان شاء الله هيكون لي دور ايضا
في مباريات الترجي القادمه ايضا كمان جمهور النادي الاهلي هيبقى ليه دور كبير ان شاء الله، هيبقى اللاعب رقم واحد زي ما كان في مباراه الرجاء ومباراه الهلال. دي كلها منظومه. النهارده لما يبقى كولر اشتغل على التفاصيل الصغيره، النهارده ياسر ابراهيم طب ما عندي متولي جاهز، لكن المباراه دي محتاجه ياسر. يبقى النهارده التوفيق هيروح للي اشتغل وراح اجتهد. النهارده منزل الكبير لما تشوفوا تصريح قبل المباراه ويقول لك النادي الاهلي خسر مباراه المصري 3-0 ده دليل ان يعني مش متابع، او الناس عنده يعني بيدوا له اخبار خطا، لكن انت عندك جهاز فني بيشتغل، ناس بتجتهد، جهاز طبي لما يبقى عندك لاحد مصاب ناس بتشتغل وتجتهد عشان اللعيب يرجع ويكون موجود في الملعب. دي كلها عوامل بتقول لا الفريق ده لازم يبقى التوفيق ان شاء الله يكون موجود معاه. صحيح. النهارده لما تلاقي اللعيبه كلها رجاله كلها على قلبها على قلب بعض، اللي بينزل نفس مستوى اللي بيخرج من الملعب، ما تحسش بالمستوى او الفرق البدني والفني. لا. دي حاجه خلي بالك من الحاجات اللي نجح فيها مستر كولر طبعا، وكنا كنا يعني بنهاجمه وناخد عليه. النقطه اللي ميزت النادي الاهلي السنه دي، هرجع لبدايه الموسم، كان قرار مجلس الاداره او قرار المسؤولين عن الكره برئاسه الكابتن محمود الخطيب اراحه اللاعبين. عايزين نريح اللعيبه علشان نعمل فتره اعداد، وفي الوقت ده كان نادي الزمالك بيلعب كاس لوسيل ومريحش ولضم الموسمين مع بعض، ودلوقتي بيعاني في موسم صعب بالنسبه له. لكن الاهلي النادي الاهلي خد قرار في وقت مهم جدا اراحه اللاعبين. شوف ما شاء الله الحمد لله بتاخد بطولتين السنه دي، ماشي في افريقيا بشكل جيد، ماشي في الدوري كويس، في الدوري بشكل جيد لله. لسه عندك بطوله السوبر ان شاء الله يوم الجمعه القادمه، هيبقى تفرح النهارده وتقفل وتبدا تفكر إن شاء الله. تستعد لمباراه السوبر ان شاء الله اللي هتكون مباراه مهمه جدا، وهتكون مباراه فيها صعبه. اي بالظبط برضو يعني نادي الزمالك نادي كبير ونادي محترم وعنده لعيبه، وهي دي المباراه بالنسبه له هتبقى بطولة. عنق زجاجه الوحيده بالنسبه له السنه دي. يعني بالنسبه له الموسم صفري. بالزبط. هو دي المباراه اللي هتخرجه من فهتكون مباراه كبيره لسه هنتكلم عنها بعد كده ان شاء الله. لكن نادي الاهلي النهارده كولر انا يعني عجبني الشخصيه ان هو تاقلم سريعا مع النادي الاهلي في الحته الدفاعيه اللي كنا بنطالب بيها، ودايما الفريق البطل اللي عايز ياخد بطوله لازم تبدا الاول من شباكك نظيفه ويبقى عندك حارس كبير زي محمد الشناوي. صحيح زي محمد الشناوي صح، عشان لازم ندي الشناوي حقه. طبعا صحيح. طيب نروح مره اخرى لزميلنا كريم احمد ولقاء مع احد نجوم المباراه ياسر ابراهيم. بجد تحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. قلب الاسد زي ما كل جمهور النادي الاهلي بينادي عليه ياسر ابراهيم. هنطمن عليه في البدايه، طمنا ياسر. كل الناس الحقيقه اول ما الاصابه الناس على طول طمنا على ياسر ابراهيم. عندك انكارزك كبير وعندك تضحيات كبيره جدا، بتلعب بروحك وقلبك، عشان كده كل جمهور النادي الاهلي بيحبك ياسر. مبروك النهارده المباراه ومبروك لكل لعيبه النادي الاهلي. حبيبي الله يبارك فيك. طبعا بحمد ربنا بشكر فضله النهارده على النتيجه، كان محالفنا التوفيق النهارده واللعيبه كلها كانت على قلب راجل واحد النهارده ونازلين وعارفين احنا عايزين ايه من الماتش. الحمد لله قدرنا نطلع بالنتيجه كده، كان نفسنا نجيب ونكسب بس الحمد لله ربنا ما كانش رايب. فطبعا بقول مبروك لجمهور النادي الاهلي ومبروك للعيبه والجهاز الفني والاداري والطبي والعمال كلهم، وباذن الله ربنا يكرمنا في نص النهائي اللي جاي ان شاء الله. الاصابه هو جزع، الدكتور سالته هي ورمت شويه فقال لي هي جزع، فلما ننزل القاهره ان شاء الله نشوف محتاجه، لو محتاجه اشعه نروح نعمل، لو الورم نزل خلاص هتبقى يومين ثلاثه باذن الله ابقى في الملعب تاني ان شاء الله. المباراه الكبيره كابتن ياسر قدرت ان هي تحسم الشوطين، شوط اول في القاهره، لان الكثافه الجماهيريه الحقيقه اللي احنا شفناها والاجواء، النادي الاهلي عنده وعي كبير جدا. شفت الاجواء ازاي ومستر كولر حضركوا نفسيا ازاي لهذه المباراه؟ احنا طبعا عارفين مش اول مره نيجي نلعب هنا في وسط الاجواء دي في وسط الجماهير دي. احنا عارفين الرجاء والوداد جمهورهم بيبقى كبير جدا وكتير جدا بصراحه، وفرقه محترمه الفرقتين بصراحه، وعملوا ماتش كويس النهارده، بس احنا كنا مذاكرينهم كويس. ومستر كولر طبعا قعد عمل معانا كذا محاضره عن الفريق، الايجابيات بتاعتهم والسلبيات ونقط الضعف بتاعتهم ونقط القوه بتاعتهم، ذاكرناهم كويس قوي والحمد لله قدر ربنا يكرمنا. واللي احنا كنا بنذاكره نزلنا في الملعب فعلا كان موجود، وكنا عارفين ان هم نازلين متاخرين بجونين وهينزلوا عايزين ضغط قدام كبير قوي، فاحنا اللي كنا مركزين انا والرجاله كلها ورا بصراحه ونص الملعب بصراحه، كل الفرقه كانت مركزه النهارده ونازله عندها وعي عارفه هي عايزه ايه من الماتش. فالحمد لله قدر ربنا يوفقنا النهارده ونطلع بنتيجه كويسه نصعد بيها النص النهائي.
مش هطول عليك، لكن عندنا مباراتين، مباراه السوبر ثم بعد كده خلاص مباراه الترجي طبعا خلاص اللي هو التاهل. مباراه السوبر لها حسابات عديده جدا عند الجمهور وعند اللاعبين، تحضيرنا هيبقى ازاي لان الوقت قليل جدا يا كابتن ياسر، لكن بناكد وبنراهن على الوعي والخبرات الكبيره مع لاعبي النادي الاهلي. طبعا احنا عارفين ان احنا رايحين نلعب فريق في السوبر، فريق كويس طبعا معروف في افريقيا، ونادي الزمالك معروف في مصر طبعا. فخلاص قفلنا صفحه افريقيا دلوقتي، احنا متعودين ناخد كل ماتش بماتشه، هنقفل افريقيا دلوقتي ونركز في السوبر باذن الله، نعرف نذاكر فريق الزمالك كويس باذن الله، ونروح باذن الله ربنا يكرمنا ويوفقنا ونرجع بالبطوله ان شاء الله. حبيبي الله يبارك فيك. حبيبي كل الشكر والتقدير للكابتن ياسر ابراهيم قلب الاسد، واحد من نجوم النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله يحافظ على بيتنا ونطمن على ياسر كمان بعد ما يرجع ليه القاهره. طبيب النادي الاهلي دكتور احمد ابو عبله يقدر ان هو ان شاء الله باذن الله يطمن على الاشعه، ويا رب ان شاء الله النادي الاهلي القادم افضل بمشيئه الله. عندنا هدف السوبر، يا رب السوبر يكون اهلاوي بمشيئه الله. رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن عادل عايز تقول حاجه؟ كابتن مسامه، كابتن شريف لا هو بيهزر، لا لا والله، وحتى لو كده عادي اخو صغير. عندك ثلاث بطولات بتحارب فيهم الزمالك كابتن مسامه الفتره اللي جايه. ما عندي بطوله واحده. لا عندك ثلاث بطولات يوم الجمعه. طيب دي بطوله، انا عندي دوري بطوله، ما عنديش بطوله افريقيا بطوله، انا عندي سفر وتعب وارهاق وخارجين من معركه، ودي بطوله بقى لوحدها. دي بقى ايه؟ ماتش السوبر. هنيجي هنا كلنا ونجيب شويه فاكهه، خدت بالك؟ ونقعد كده مع بعض بنتباشر احنا بالموضوع ده، وباذن الله الثقه اللي حصلت في مباراه اليوم تتنفذ بقى في المباراه. لا دي ليها فكر تاني. لا انت واخد ثقه النهارده كبيره قوي. طبعا. بتعامل شرس جدا. انت بتتعامل صح. في موقف شرس جدا من لعيبه عايزه تقتص لنفسها انها ترجع للجيم تاني. فكانوا بيلعبوا بكل جوارحهم الحقيقه الاولاد. فانت بتمتص كل الشكل الجماهيري ده، وبتمتص دخول اللاعبين والثوابت والحكم. فدي انا بالنسبه لي هو ده الامتياز النهارده. انا بالنسبه لي اللي هشوفه يوم الجمعه المفروض مش زي اللي شفته النهارده. اللي هشوفه يوم الجمعه ما هي الا انه الاسم بس، الاسم نادي الزمالك، ما هي الا القطبين، ما هي الا الاحترام. خدت بالك انت اللي خلاك كسبت فرقه الرجاء ايه؟ زي ما انتوا قلتوا كلكم، كولر احترم الفرقه دي. كولر ضابط نص ملعبه كويس، هو ده اللي خلاك تفوقت. ايوه انك بتحترم الخصم. باذن الله الماتش اللي جاي احترام الخصم، وكل لاعب بيبحث عن هويته بقى، ان دي مباراه الشهره، مباراه الناس اللي عايشه معانا في الامارات وعايشه معانا بره مصر، الجماهير اللي هي متعطشه تشوفك مش بمكسب بس. طب ما انت ياما رحت مره وخسرت السوبر قبل كده، ما حصلش اي حاجه، الناس كانت سعيده بيك والكلام ده، وقالوا خلاص اليوم مش يومك. انما لما بتبقى انت في توهج وبتبقى عندك من المساحه ومن اللعيبه اللي تقدر تاخد في البطولات على طول، زي ما انت بتقول عندك ثلاث بطولات كده ما فيش وماشي سليم، واسامه بيقول لك الحقيقه دي منظومه كلها بتشتغل. صحيح. كله بيشتغل، مفيش حد ما بيشتغلش، وايه المنظومه كلها بتشتغل على الطايره وعلى السله وعلى الكوره ما شاء الله الله اكبر. بمناسبه انت فاهمني، بمناسبه الكلام دوت، النهارده سيدات اليد كسبوا البطوله الحمد لله رب العالمين، بعد ما كسبوا سبورتنج الدوري. يا عم عادل باركت لاخوك خالد العوضي ولا باركت لك؟ بنبارك لك يا خالد، وبنبارك للمنظومه كلها، بارك له على طول يومين دول الحمد لله، ان شاء الله على طول ما شاء الله. يعني بكره ان شاء الله نبارك لهم كاس مصر الكرب باذن الله رب العالمين، ان شاء الله بكره باذن الله. عارف انه جابوا لنا في 24 ساعه ثلاث بطولات؟ يوه ده احنا الواحد الواحد نسي الماتشات بتاعت انجلترا والكلام ده، بقينا قاعدين للنادي الاهلي واليد والماتشات المتاخره دي وبنسهر معاهم. الف مبروك وعقبال يوم الجمعه باذن الله يا رب. انا بقول لك انت معاك ذريعه جامده، معاك قوه جامده انت اكتسبتها النهارده. صدقني والله انا لما بطلع من فوز لفوز بيبقى عندي الثقه دي، بيبقى عندي الاداء ده. النهارده انا كسبت واحد عايز اشوفه بقى، عايز اشوفه مهتم كويس، عامل عبد القادر عايز اشوفه. ايوه عايز اروح، والنهارده كان عنده فرصه لو بعتها كان هتبقى عامله زي بتاعت ريال مدريد، ولا كانت بتاعت فرقه فلامينجو. ايوه جاب فلامينجو جون معدى من واحد واثنين وراح واخدها في الزاويه البعيده، يقدر يعمل دي احمد عبد القادر. والكولر مدرب ذكي وشواف، وبيعرف امتى يعمل الانسيرت، يعني يحط اللعيب بتاعه اللي عايز يلعب، اللي هيلعب واكيد هيديني. مظبوط.
فهو بيلعب كهربا ليه يا ايمن؟ ان كهربا صياد وماشي صياد في الحته دي شغلتي اشتغل صياد، بس انت وفر لي من العرضيات وشوفني وسقط لي الكوره، انا اعرف اتعامل معاه واوقفها، ممكن اديها لحد تاني واعرف. وبعدين ايه كهربا هيلعب الماتش الجاي ان شاء الله؟ ان شاء الله. لا سيبك من الكلام اللي بيتقال دوت اللي هو مش قصدي يعني ده كمان الله. ده كمان في المباراه دي مهم جدا، عنده من الروح وعنده من الاداء وعنده من الاسباب والدوافع انه يكون محطك في المقدمه كمان، وانت بتعتمد على الناس اللي هي بتعرف تجيب جول. ايوه مش مع مش عندي انا مين احسن من مين، انا محتاج مين؟ انا محتاج صح. خمسه سته راس حربه مظبوط للنادي الاهلي، انا محتاج كله بيتنافس زي ما قلت لك، كولر زرع التنافس الشريف بين اللعيبه، بقى كل الناس عايزه تلعب. النهارده طاهر نزل كمان نقول له عوده حميده، شفناه عايز يلعب طاهر، سهل قوي يرجع. ايوه اول جول هيجيبه ان شاء الله بزي. هيبقى مع اللعيبه ومع فاحنا ما بنحبش حد يفوتنا غير ان لم الشمل بيحصل اثناء الفوز. صحيح والكلام سهل بقى، انا النهارده كباتن مديرين كوره ومديرين فرق ودربوا وكلام ده سهل عليا وانا وانا كسبان ان انا اتكلم مع لعيبتي واودي لهم الرساله بتاعتي طبعا. انما صعب عليا لما ببقى متاخر، صعب عليا لما ببقى في موقف صعب. زي الفرق اللي احنا بنلعبها وبنكسبها مثلا موقف صعب صعب صحيح. جدا على الناس صحيح. فاحنا بنحاول نعمل بقاش في الناس دي لان جماهيرنا عريضه، جماهيرنا لا تقبل غير ده صحيح. فبالتوفيق يا كابتن وعقبال ما نبارك لبعض يوم الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نروح مره ثانيه لزميلنا كريم احمد ولقاء مع نجم من نجوم مباراه اليوم مستر كولر المدير الفني للنادي الاهلي. بجد التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. يعني نقدر نقول للهدف اتحقق نتيجه المباراتين الحمد لله رب العالمين، اهلتنا ليه دور نصف النهائي، وده الحقيقه يمكن المباراه الاولى ان انت بيخش فيك هدف، ده امر مهم جدا. عشان كده بنحيي الحقيقه لعيبه النادي الاهلي، بنحيي مستر مصر كولر، بنحيي الجهاز الفني بالكامل، لان الفكر الكبير بيترجم في المباراه الكبيره. كثافه جماهيريه كبيره جدا، لكن كل الامور دي طبعا هنسالها لمستر مصر كولر. الكثافه الجماهيريه والاجواء انا عارف طبعا يمكن اجواء صعبه جدا، لكن بالخبره الكبيره للجهاز الفني بخبره اللاعبين تحضير الاكثر من رأي على ما اعتقد قدرنا ان احنا نحقق الهدف المطلوب. كيف يرى المباراه وكيف يرى ايضا كمان اداء لاعبي النادي الاهلي؟ Wie sehen Sie denn die Leistung der Spieler heute? Ja, also ich denke wir haben in der ersten Halbzeit haben wir nicht so gespielt, wie wir eigentlich wollten. اعتقد ان احنا الشوط الاولاني ما لعبناش زي ما احنا كنا عايزين. Das hat aber auch natürlich mit dem Gegner zu tun. وده ليه علاقه برضه بالمنافس، احنا ما بنلعبش لوحدنا. هم كانوا عندهم شراسه كبيره جدا مع الجمهور، مع دعم الجمهور بتاعهم. فكانوا بيضغطوا في موجات، واحنا كان لازم ان احنا ننقل الكره افضل من كده، وكنا بنخسر الكره بسرعه جدا، وده كل ما بنخسر الكوره ده بيخليهم يعملوا ضغط علينا اكتر. وبعد كده كانت ضربه الجزاء اللي هم ضيعوها، بعض الكور كانت خطره برضه من الضربات الثابته، لكن من اللعب نفسه هم ما ضيعوش اي فرص، هم ما خلقوش فرص علينا خالص تقريبا طول المباراه. لكن احنا طبعا المفروض نبقى احسن من كده ونقدر نبقى احسن من كده. كويس ليا ان انا اخدت خبرات، ان انا اخد خبرات في اجواء زي دي، وازاي لعيبتي بتلعب في الاجواء اللي زي دي عشان اقدر احضرها في الماتشات المشابهه بعد كده. يمكن في كواليس كبيره ما حدش بيشوفها، يمكن غيرنا ما بيقدرش ينقل عليها، لكن الحقيقه مستر كولر في التدريبات والجهاز الفني الاجهز بيلعب، يمكن كمان في واجبات بتديها لبعض اللعيبه بتنفذها بشكل كبير، عشان كده بيظهر اللاعب بشكل مميز حتى لو مش في مكان في مكانه. دي راجعه للخبره الكبيره بالتاكيد لمستر كولر والجهاز الفني بالكامل. alle sind bereit zu spielen. Ich glaube, das hat mit der Erfahrung oder ihrer Erfahrung zu tun, dass sie so das also verwandelt haben, dass alle bereit sind. Also es ist natürlich immer schwieriger auch jetzt gerade auch als Trainer. Man möchte alle spielen lassen, wir haben ein großes Kader. طبعا الموضوع بيبقى صعب جدا كمدرب ان انت عندك قائمه كبيره وانت اللي جهزت كل اللعيبه، فبيبقى قرارك اصعب، وساعات بتوجع القلب فعلا ان انا اضطر ان انا اطلع حد وهو بيدي كل حاجه في التمرين وبيأدي كويس، وان انا لازم اخد قرار. احيانا بتبقى قرارات على لعيبه اللي اتمرنوا كويس وعملوا كل حاجه، لكن ما اقدرش ان انا اخد كل اللعيبه معايا طبعا في المباراه.
دي حاجه طبعا مش كويسه للعيبه، اكيد بتزعلهم. عشان كده انا بحاول دايما على طول ان انا اعمل الروتيشن، على طول اعمل التدوير، كل اللعيبه رجلها في الملعب، كل اللعيب عارف انه ممكن يلعب في اي لحظه. احيانا بيبقى في لعيبه، ودي حاجات ما تعرفهاش الجمهور، ممكن يبقى لعيب كان عيان مثلا بقاله فتره مريض او كان مصاب ورجع من اصابه، فبيبقى قاعد فتره بقاله فتره مصاب، ما عندوش ريتم الماتشات، بضطر استنى عليه شويه. لكن انا بحاول ان انا كل اللعيبه تبقى جاهزه، ان احنا ما نحسش بنقص اي حد. عشان كده بهتم جدا ان حتى اللعيبه اللي ما بتجيش معانا السفر، اللي بتقعد في البلد، بتقعد في مصر، انها برضو تتمرن بنفس الشده بتاعه اللعيبه اللي هنا، عشان خاطر يبقوا برضو رجلهم في الملعب، يبقوا جاهزين لما نرجع نلاقيهم. Je athletischer wird, wenn man dann nicht vorbereitet ist, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, okay, ich bringe dich jetzt oder ich setze dich auf. Zum Beispiel, wie wir دلوقتي كمان الشده بتاعتها بقت عاليه جدا، كل ما بنقرب في البطولات الماتشات حملها البدني بيزيد والضغط البدني فيها بيزيد. فلو انت ما عندكش قائمه كبيره جاهزه ان اي حد يلعب في اي وقت، يحصل لك اي اصابات، اي غيابات، اي، هتلاقي اللعيبه مش جاهزه. فانا لازم اكون عندي القائمه بالكامل كلها جاهزه وبرجلها في الملعب. واحنا بنحاول دايما ان احنا ندير الامور بالطريقه دي. مع 34 لاعب في القائمه الموضوع ما بيبقاش دايما سهل. كابتن اسامه، مستر كولر واضح ان هو سعيد طبعا باللي حصل في المباراه. هو بدا يمكن حديثه بعد الماتش ان هو طبعا مبسوط من اللي حصل، قال ان هي كانت مواجهه صعبه جدا، وخصوصا ان الفريق الرجاء اكيد كان استعد بشكل جيد، ماتش على ارضه، ماتش وسط جماهيره، ولكن احنا كمان كنا محضرين نفسنا كويس للمواجهه الصعبه ديت. يمكن ما بدأناش الشوط الاول بدايه جيده، وكنا محظوظين في اهدار ركله الجزاء لانها كانت في توقيت صعب جدا جدا. هو قال للعيبه بين الشوطين يعني خلي بالكم الشوط الاول كان فيه تمريرات كتير مقطوعه، فحاولوا تقللوا من التمريرات المقطوعه، وحاولوا تركزوا اكتر في الهجمات المضاده، وان احنا نحاول نجيب جول في المغرب، وان احنا بقدر الامكان نحافظ على الشباك نظيف. يعني معظم الكلام داير في النقط تقريبا اللي احنا اتكلمنا فيها، ان المباراه صعبه، قلنا المباراه هتبقى صعبه، بس ما فيش شك نتيجه 2-0 دي من احسن النتائج اللي بتحصل في كرة القدم وانت رايح تلعب بره ملعبك. يعني كلنا خدنا مباريات كتير جدا في البطولات الإفريقية، وكنا لما بنكسب فرقة 2-0 بيبقى رايحين عندنا ثقة بنسبة تعدي 90% ان احنا نكسب اللقاء. لكن هي لازم هتبقى مباراة صعبة لانك بتلعب في اجواء مشحونة، الجماهير الرجاء او الفرق الاخرى بتبقى مالية الملعب، بيبقى عندهم حوافز ودوافع انه يجيبوا جون ويخشوا في اللقاء. لكن انت برضو النادي الاهلي، انت مش فرقه صغيره، نتيجه 2-0 ما بتعملها على ملعبك دي نتيجه كبيره بالنسبه صحيح. لاي فرقه بتيجي تلاعب النادي الاهلي وخاصه طبعاً. بخبراته الكبيره وده خلي بالك اللي احنا قلناه قبل الماتش. ما انا بقول لك يعني في ناس كانت متخوفه من نتيجه 2-0، يعني دي نتيجه انت النادي الاهلي، يعني ليه دايما الناس بتحاول بعض الناس تحاول تقلل من الكلام ده؟ يعني انت كسبان 2-0 وانت النادي الاهلي، صعب جدا يعني طبعا. لو دخل فيك جول زي ما قلنا قبل الماتش ده يعني حتى يبقى حاجه كبيره جدا ان هم جابوا جول في النادي الاهلي، ولكن انت حققت الهدف صحيح. فانا قلت لك ايمن خلي بالك، انا قلت لك ايه، انت مكسب باي حاجه انت كسبان، نشوف بقى فرص قد ايه، تعادل اي حاجه انت كسبان، صح، خساره لغايه 3-1 انت كسبان. فنتيجة 2-0 لا نتيجة كويسة، يعني مع فرقة كبيرة زي النادي الأهلي نتيجة مطمئنة يعني طبعًا. مش نتيجة تخوفك. لو 1-0، لو 2-1 أقول لك لأن الجون بيجي في لحظة يعني يعني الجون يعني هي دي اللي ممكن تبقى مقلقة. مظبوط. فهو دي اتكلم فيها طبعًا. الجزئية اللي هي قال إنه
تمرير الخاطئ في الشوط الاول الشوط الاولاني فعلا في شويه كان بنفقد الكره في نص الملعب في الاستحواذ شويه بعض التمريرات كانت خاطئه. الجزء الثالث اللي برضو اتكلمنا فيه اللي هي تكمله الهجمه وانهاء هو حتى بص هو حتى قال لك ايه ان انا قلت لهم بين الشوطين يعني ركزوا شويه في التمريرات والتحرك جيدا بدون كره في الجزء الهجومي لتقليل الضغوط على المدافعين الدفاع. ايوه ففعلا ما هو انت ايمن قلنا الرجاء هيطلع لقدام بعدد كبير مظبوط وانت اللي بتستقبله في نص ملعبك لما انت الفرقه بتطلع بعدد كبير وانت جاي لك في مساحه كتيره في ظهر المدافعين تقدر تلعب عليهم مزبوط. هي دي ما كانتش مكتملة سواء بقى التمريرات في نص الملعب ما كانتش مظبوطة في الأول أو التحركات اللي هو كان بيقول تحركات بدون كورة شوية كانت أقل يعني مثلا ما شفناش بيرسي تاو زي ما كان بيعمل في ماتشات كتيرة في الماتشات زي دي يقطع في ظهر كهربا يعني عشان تتلعب له الكور الطولية مثلا أو أنه حسين يقطع في ظهر كهربا في الـ18 تتعمل له الكرة الطولية فشوية دي كانت ناقصه شويه وانهاء الهجمه انهاء الهجمه رغم ان عدد الفرص او قليله جدا كانت قليله جدا ولكن في كورتين ثلاثه كان ممكن يبقى فيهم تركيز اعلى من كده هو قال نفس الكلام ده على فكره فانا قلت لك تقريبا الكلام اللي قاله احنا يعني في الحوار في الاستوديو تقريبا اتكلمنا على كل النقط دي فهو كان محق لكن هو ادار المباراه بشكل كويس وقدر يطلع بالمباراة وده كان المهم وهو ده الهدف اللي كان النادي الأهلي رايح من أجله يعني صحيح كابتن عادل برضو من ضمن كلام مستر كوير أنه بعد المباراة هنأ اللعيبة على الصعود لدور الأربعة بس قال لهم خلاص احنا قفلنا الملف ده هنبص بقى لمباراة الجمعة مباراة السوبر قدام نادي الزمالك يوم 5 وهو قال أنا تعودت مع النادي الأهلي إن كل مباراة بفكر فيها بصورة مختلفة ولكن في النهاية أنا مطالب إن أنا أكسب كل مباراة وده فكره وأسلوب وكمان عند حاجة صعبة جدا أنت بتتكلم على تغير البطولات كمان عارف هو قال من ضمن الكلام برضو قالك أنا بلعب كل 3 أيام ماتش في بطولات مختلفة ودي صعبة جدا يعني النهاردة أنت بتلعب تحافظ على أهداف أنت جبتها بكره تلعب مباراه من مباراه واحده كاس من مباراه واحده لازم تهاجم عشان تكسب صحيح قبل كده بتلعب الضغط العصبي في ماتش الرجاء الاولاني انك انت تعمل فارق اهداف فانت ترجع لكاس مصر تلعب مباراه كاس مصر في النهائي وبعدين ترجع تلعب للحفاظ على الدوري وعلى المركز الاول في الدوري فلازم انك تكسب كل ده استراتيجيات عايزه مرونه تكتيكيه لمدرب واعي انت فاهمني ايوه يعني كتير قوي كتير قوي من المدربين بيقعوا في الموقف ده يعني ما بيعرفش يخرج من بطوله لبطوله فبيقول لك اضحي ببطوله واشتغل على بطوله لكن هو حظه بقى انه جه النادي الاهلي اي حاجه اي 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 بطوله بنلعب عليها ان شاء الله لو واحنا بنلعب ريال مدريد خسرنا من ريال مدريد زعلنا ازاي احنا نخسر من ريال مدريد ودي حقيقه ويمكن الحاجات دي مهمة جدا يا كابتن أيمن إنك تربي عليها لعيبتك وتربي والنادي تكون الثقافة كده، الثقافة إنك أنت يعني أحيانا الناس كتير قوي بيكلموني من بره يعني يقول لي هو أنتوا إيه في إيه لما أنتوا بتاخدوا بطولات ولما تتعادلوا ماتش مش تخسروا بتحزنوا وبتزعلوا عارف دي بقى عارف المثل اللي بيقول لك اضرب على نخلة تجيب مدنة فاهم أنت أو العكس اللي هو انت لما تتعادل تزعل قوي عشان ما تتغلبش عشان تبقى كارثه انك تتغلب ما هو دي حاجه مهمه جدا في الاعداد النفسي للنادي كله في حاجه انا 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 سعيد بيها انت النهارده النجاحات اللي احنا بننجحها في النادي الاهلي كل النادي الاهلي بينجحوا ده مش وريد صدفه زي مثلا اقول لك حاجه زي البطولات اللي احنا بنلعبها في الصالات وخدناها السنه دي وما شاء الله عمالين نحصد بطولات كتير قوي على فكره احنا لعبنا 20 بطوله وصلنا كسبنا الى الان 17 بطوله 17 من 20
ده بيديك انطباع ايه؟ ان مش في جميع الالعاب عشان لا انت مش كوره بس. أيوة. علشان في ناس كانت بتتخوف كتير ان 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 الكوره بتستحوذ على كل حاجه في لا بالعكس والله، يمكن الكوره زيها زي الباسكت، زيها زي الهاندبول، زيها، بس هو الفرق ما بينهم بيبقى بيتلخص في شعبيه اللعبه نفسها، لكن الاهتمام بيهم زي الكوره بالظبط ونفس الدرجه. بالعكس الواحد في الوقت الحالي اتشد خلاص للالعاب دي، وبنروح على الماتشات. انا يمكن انا رايح احضر المباراه بكره ان شاء الله، يعني عشان نتوج بكره ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمك. فالفول انا بس عايز اقول انه ارجع لكل الحته بتاعت كل ما بينتقل من بطوله لبطوله، عايز مدرب متمرس وعنده خبرات عاليه وعارف. بس في اجواء جديده عليه زي الاجواء الافريقيه. عارف يا كابتن، فاكر احنا لما قلنا انه لسه ما تعرفش على افريقيا كويس بالزبط. في التدريب بالظبط، وعارف يعني هو من مدرسه انهي مدربين؟ الالمان، سويسريين، اهاجم يدخل فيها جوان كتير. خلي بالك دي مدرسه فايسا كان كده لو فاكر، كل الالمان هولمان كان كده، تسوبل كان كده، يقول لك نجيب فيش مشكله لو دخل فيها جولين ثلاثه نجيب خمسه، نجيب خمسه يعني كان فايسا بيقول كده. وبدا خلاص يعرف الموضوع، يعرف انك انت اتغيرت الموضوع، حتى الاوروبيين بيلعبوا جوه وبره زي بعض. النهارده هو اختلف، النهارده لعب بطريقه كويس بقاله، يعني لو فاكرين سان داونز المباراه اللي هنا بتاعت سان داونز لما كنا كسبانين 2-1 وبرده فضل يهاجم وساب الملعب مفتوح مظبوط، وبرده فضل يهاجم مظبوط. بدا دلوقتي لما نكسب ينزل يلعب بتالت. ما هو ده المدرب اللي يتعلم بقى من اخطائه كابتن عادل، صح. اللي هو الواقعي بقى. ايوه صح، اهم حاجه في المدرب الواقعيه. ما تخلي بالك النقطه المباراه السابقه لما نزل خالد عبد الفتاح في اخر خمس دقائق. أيوة. عشان يحافظ على 2-0 وما حدش بالظبط. وهو انت قلت كلمه عجبتني جدا، من احسن الصفقات اللي جت. بقوله كويس. لا مش الصفقات اللي جت مروان وخالد كمان. خالد مؤدي جيد جدا، خالد يساعدك كتير قوي في كذا مركز. بتعتمد عليه طب بتعتمد عليه، ممكن تطور بيه الطريقه التكتيكيه. انت في الوقت الحالي انت مثلا النهارده احتاجته عشان يقفل لك نزل اشتغل كويس قوي، احتاجته في المباراه اللي هنا نزل، احتاجته في مباريات كتير صح. بدا مباريات مهمه. فانا عايز اقول ان انت عندك تقل كويس قوي في اللاعبين، عندك المجموعه كويسه، وهو كمان عرفها كويس قوي. واحنا قلنا الاول انه كان بيوسع القاعده لو فاكرين، احنا مش قلنا في بدايه الموسم ما بنقولش ان هو بيدور ما بين اللاعبين، احنا قلنا بيجهز لاعبين لو فاكر. بس الناس عابت عليه ان هو في بعض المباريات كان عنده اكتر من 3-4 مراكز بيغير فيهم، خصوصا خط الامان. بص هو شوف السنه دي والسنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، احنا في دوري المجموعات اللي بيحصل لنا بنتعب، عندك تعثر شويه وكدا. بنتعب. أيوة. عارف ليه؟ لانك في الوقت ده انت بتروح كاس العالم للانديه بتلعب مباراه، قوه المباراه باربع مباريات في الدوري الممتاز. الحاجه الثانيه السفر الدائم، وما شاء الله بنوصل للادوار للادوار النهائيه في كاس افريقيا، فبتعمل مباريات اكتر. بس هو اثبت صحه وجهه نظره على فكره، يعني عمل جاهزيه زي ما انت قلت. هو خايف من دي. ايوه بالظبط، هو خاف بالظبط. يعني هو برضو اكيد درس الموقف كويس. احنا السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها بغض النظر عن الفار واللي بيحصل من الفار، موسيماني كان معتمد على مجموعه قليله من اللعيبه بالظبط، ما كانش بيعمل التدوير في العدد الاكبر. ايوه بالظبط. ويمكن موسيماني انا بقولها كان محظوظ، تعبنا شويه في تعبنا في الفتره الاخيره تعبنا وتعبنا جامد. ان هو ساب لك فرقه مجهده قوي. الحاجه الثانيه المهمه برضو اللي قلتها ان هي الاجازه اللي اتاخدت اجباريه. أيوة. ودي كانت فكره جيده معا. جدا فرقت كتير طبعا. خلي بالك في حاجه تانية يا كابتن عادل، ده قرار كلامك. انت الموسم الجديد عندك بطوله عربيه وفيها اغراءات ماديه والكلام ده كله، ولكن اعتذر عنها علشان تجهز لموسم تاني، ويبقى عندك فتره اعداد وتشتغل صح لبدايه موسم زي الموسم صحيح. اللي احنا فيه صحيح. دي حقيقه. ما هو الفكره انك انت ازاي توصل لاهدافك من اقرب طرق مظبوط، ولانك انت كمان من الانديه اللي فيها صعوبه جدا وانت بتلعب في افريقيا بتلعب في مصر. عارف بتلعب في افريقيا ومصر ازاي يا كابتن؟ انك انت اي نادي بيلعبك بيبقى فيه شراسه،
يعني انا اتفرجت على اكتر من مباراه ما بين الانديه الرجاء وبيلعب سيمبا كمان في البدايه ما فيش ما كانش بالحماس والرغبه الشديده والشراسه دي. ايه الشراسه دي؟ انت بتتكلم على كبير افريقيا صح. فانت لما بتلعبه بتتصير ولما بتلعبه عايز تكسبه وضع مختلف عاوز تخرجه بره. يعني بص كانت يعني الحته بتاعت الهلال وصن داونز لو يعني زمانهم دلوقتي صن داونز بيندم انه ما خرجش الاهلي انت فهمتني؟ أيوة. ولكن في الاخر الكبير كبير كبير هو اللي مكمل. بص لا صح الا صحيح في كل حاجه صحيح. انك انت بتشتغل ربنا بيدي النصر والهزيمه من عند الله بس انت تجتهد وتشتغل والحمد لله بنجتهد وبنشتغل وبنرجع يعني بتكلم على النادي يعني انا راجل دلوقتي محلل وجمهور ولكن صحيح. انا عارف شايف ان في شغل كويس وبحييهم عليه وبقول لهم ان شاء الله هتبقوا افضل واحسن. والكباتن قالوا حاجه مهمه جدا برضو التوفيق او عدم التوفيق. التوفيق بيجي للمجتهد طبعا بيجي اللي بيعمل الشغل بتاعه بيجي يعمل الشغل اللي عليه أكيد. وزياده كمان اكيد عشان كده بيبقى انت موفق في اوقات كتير. لا والحكمه في الشغل او عدم التسرع في الزعل. اديك مثال احنا لما ماتش سان داونز اللي حصل فيه ايه اللي حصل لك؟ هدينا الدنيا؟ لا خالص. في ناس كانت تهد الدنيا اديك انت دلوقتي واصل قبل النهائي لا يعني ده استنى بقى انا عايز بالارقام. احنا قلنا انا قلتها يمكن المره اللي فاتت بس انا هقولها بالارقام. انت بدات الموسم ماتشين بره ماتش بره النجم المنستيري اتحاد المنستيري كسبت رايح جاي وبعدين دخلت في اجواء الدوري مشيت في الدوري كويس وبعدين دخلت في كاس العالم للانديه خدت رابع كاس العالم للانديه دخلت وخدت السوبر قبلها كمان وخدت السوبر مع الزمالك قبلها واخد السوبر مع ضد الزمالك قبلها وبعدين دخلت في اجواء كاس العالم رجعت من اجواء كاس العالم لعبت في الوسط كاس مصر وصلت لنهائي كاس مصر ولعبت بيراميدز وكسبت بيراميدز وخدت بطوله يبقى انت خدت بطولتين حتى الان كاس السوبر في البدايه وكاس مصر في الدوري ان شاء الله ان شاء الله هتحسم البطوله بقبلها باسابيع وماشي بخطه ثابته ان شاء الله في بطوله افريقيا اللي بعض المغرضين قالوا بعد ماتش سان داونز كل سنه وانتم طيبين الحمد لله الاهلي خارج البطوله لا استنوا ليك الوقعه بالظبط ده تمنوا عشان كله تمنوا ان الاهلي يقع بالرغم ان كان لسه في امل بالظبط لسه ليك فرصه ممكن تبقى بايدك بعض الشيء وبايد الاخرين بالظبط لكن ما هي دي الحكمه اللي انا بتكلم عليها. الحكمه في ايه؟ انك انت طول الوقت لما بتكسب الفرحه ما بتزيدش قوي صح وبتبقى فرحان ومش هتشتغل بعد كده ولما بتخسر ده مغادره اللعيبه للمطار بعد المباراه مباشره ثانيه يا كابتن ودي حاجه مهمه اللعيبه انا بس يا كابتن ايمن ايوه كابتن وانت شايف اللعيبه مخلصه مباراه كبيره زي دي وفيها مجهود كبير ورجع وسفر صحيح هترجع يومين على القاهرة وبعدين تروح وهترجع على تاني على الإمارات علشان عندك السوبر المصري مظبوط السوبر المصري يوم 5 يوم 5/5 تخيل انت عندك مباراة في الدوري يوم 9/5 هتكون امام حرس الحدود هل النهارده يعقل يبقى عندك مباراة 9/5 امام حرس الحدود لا استنى يا كابتن مصطفى هقول لك حاجة هتلعب مباراة الذهاب امام الترجي المباراة الاولى يوم 12 او 13 هنا استنى يا كابتن اسامه انا هقول لك لازم حاجه لازم النهارده الرابطه بقى لا بص لا رابطه ايه لا ما انت النهارده بتتكلم يا كابتن اسامه الاهلي اسمه النادي الاهلي المصري النادي الاهلي المصري الوحيد في مصر اللي وصل الدور قبل النهائي فانا بتكلم من دلوقتي انا متاكد انه هيساعد النادي الاهلي لحظه واحده اللائحه بتقول النهارده بدل وصلت الدور قبل النهائي يبقى النهارده على الاقل تتكلم في 5-6 ايام قبل المباراه كابتن اسامه انا هقول لك حاجه انت اتكلمت الفتره اللي جايه لا انا هكلمك على اللي فات لا ما انا وهتكلم لا استنى بس اكمل بس الكلمه وهسيب لك ماشي اتفضل انت اللي ماسك القعده ده ماشي اتفضل النهارده مباراه سان داونز اللي احنا قلنا الخساره والكلام ده كله كان سببها مولين مش المولين اللي قبلها بثلاث ايام وسافرت 48 ساعه عشان تلعب مباراه بالظبط بسفر مباراه قويه دخلت النهارده تلعب بقى في دور قبل النهائي قدام فريق كبير جدا في افريقيا اسمه الترجي كويس وسط جمهوره ونتمنى ان شاء الله جمهوره ما يبقاش موجود لكن مباراه صعبه لكن النهارده ما ينفعش تيجي تحط لي مباراه حرس الحدود وتقول اصل برضه حرس الحدود ممكن يبقى متزايل الجدول فالنادي الاهلي ممكن يبقى فيه فارق لا ما تحرمنيش من لعيبتي النهارده انا بديك المبررات اللي ممكن تتقال او تكون في التفكير ما تحرمنيش من لعيبتي العب بيها كامله مباراه حرس الحدود لسه بطوله الدوري ما حسمتش
اديني الفرصه ان انا العب بكامل لاعبتي. طيب النهارده مباراه يوم 9 بعدها بثلاث ايام وتقول لي اسافر؟ لا. طيب خلصت؟ خلصت. طيب انا هقول لك بقى، الرابطه عملت ايه الفتره اللي فاتت؟ ماشي، اول حاجه حطوا لك ماتش مولين، المولين قبل صن داونز، بعد ماتش انت لعبه ثلاث ايام، وحطوا لك الماتش ده قبل صن داونز بثلاث ايام، وعندك سفر لصن داونز تقريبا، السفر بالانتقالات واخد 18 ساعه منك، يعني بتتكلم على يوم مرهق جدا جدا جدا، وكان من ضمن اسباب الظهور بمستوى مش ولا بد، اتمنى انه ما يتكررش. مباراه سموحه، ما لسه هتكلم، لسه هتكلم عليها كمان. ماشي. حلو، خلصنا من ماتش المقاولين، جينا على ماتش سموحه. بص بقى، ماتش سموحه لعبت فاركو في القاهره، حطولك بعد يومين سفر، سفر اسكندريه، ماتش سموحه هناك، وانت عندك بعد ثلاث ايام مباراه الرجاء المغربي. حلو، دي الرابطه. كويس قوي، خلصنا من الموضوع ده. والنادي على فكره انا استغربت جدا من ان مفيش حد من النادي الاهلي اتكلم على ماتش سموحه، يمكن انا الوحيد اللي يمكن اللي اتكلمت في الموضوع ده. نخش بقى على، لا ده لسه في حاجه ثانيه، خد دي كمان. كابتن عامر حسين والاخوه المسؤولين عن الرابطه قالوا ايه عن كاس الرابطه؟ قال لك هنعمله في التوقفات الدوليه. كويس، ماشي، وليها شروط وليها بنود، وعشان كده، علشان كده لما جه ماتش الاهلي والمصري، لا النادي الاهلي قال لك لا ما ينفعش، اعتذر، لان انا لا انا عندي كذا حاجه، عندي اولويات دلوقتي بالظبط، مش هلعب، لان كان عندنا ماتش الهلال، فقال لك ايه، لا 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 الماتش المصري مش هلعب، انا هنسحب من الكاس. كانوا قايلين ايه الاول الكابتن عامر حسين والاخوه المسؤولين عن الرابطه؟ قال لك ان دي هتبقى في التوقفات الدوليه. كويس قوي. طيب واللي لعبه امبارح ليه ما تعملش توقفات دوليه؟ مش في شروط؟ ده النهارده لا، ما الاتحاد كان في، استنى، الاتحاد وين امبارح؟ الاسماعيلي والمصري النهارده، الله، امال فين الدوله، فين التوقفات الدوليه؟ طيب تعالى لي بقى، انا اللي نادي الزمالك، لا لحظه، لسه احنا عندنا ماتش يوم 5 مع نادي الزمالك في السوبر. هتقول لي ما تحطش نادي الزمالك في اي منافس، ماشي، كان حيلعب، خلي بالك، حط برضو السفر يا كابتن ايمن، انا مسافر، انا جاي من المغرب، بعد كده مسافر الامارات، عندي مباراه مهمه ومباراه تقيله، هما ما بيعملوش حسابهم الحاجات دي، وهرجع بعدها اربع ايام علشان العب مباراه حرس حدود، وبعدها ما بيعملوش حسابات للنادي الاهلي في الحته دي خالص. كويس قوي، نادي الزمالك في خلال 20 يوم، هو ال 20 يوم الاخرانيين لحد يوم 5 مايو ان شاء الله، نادي الزمالك لعب ماتش، مع المقاولين، قعد مريح قد ايه؟ 9 ايام عشان يلعب سيراميكا كليوباترا. كويس، اتاجل له ماتش الاسماعيلي، اتاجل له ليه ماتش الاسماعيلي؟ هو نادي الزمالك مكمل في بطوله افريقيا من ورانا مثلا واحنا مش واخدين بالنا، ولا نادي الاسماعيلي مثلا عنده ماتش في حته ثانيه عشان يحط مباراه الاسماعيلي مع المصري في الرابطه اللي إيه كان ده؟ هو بيقول انا هحطها في التوقف الدولي، طب إيه حطها في دلوقتي، هو انا اي حد يجي في دماغه اي حاجه يعملها؟ انا بس يا كابتن ايمن، يعني عشان ما نطولش على الكباتن اللي موجودين معانا، النادي الاهلي النهارده اسمه النادي الاهلي المصري، النهارده النادي الاهلي هو الممثل الوحيد للكره المصريه في دوري ابطال افريقيا، وصل للدور قبل النهائي، وده حاجه تحسب للكره المصريه. فالنهارده حتى اديني اللائحه بتاعتي، اديني اللائحه بتقول المفروض يا كابتن شريف قبل المباراه 5 أو 6 ايام، النهارده لما العب 9 مباراه حرس الحدود، مباراه الترجي المباراه الاولى هناك الذهاب في تونس هتكون يوم 12 أو 13، 3 ايام قليل. لحظه، ده فين النهارده بنتكلم على سفر؟ بقول لكم ايه السيناريو ده، حصل فيكم السنه اللي فاتت، كمان من لعيبتي ان انا العب بيها في الدوري، كابتن اسامه وكابتن شريف، حصل السنه اللي فاتت وحصل السنه اللي قبلها. ايوه بالظبط، هي دي اول مره يعملوها، هم بيتعندوا يعني، هو هم تحس ان هم عايزيننا نخرج من البطوله. لا، في حاجه كمان في الجدول، منزلين ايه في الفتره الاخيره؟ قال لك يوم 9 الماتش اللي انت بتقول عليه، في ماتش البيراميدز وفي ماتش للنادي الاهلي. كويس، بيراميدز مع الاسماعيلي. كويس، قال لك ايه، في حاله وصول بيراميدز للدور القادم سيتم تاجيل مباراه بيراميدز. ما جابش سيرتك انت. كويس، السطر اللي بعده كتب لك ايه، الاهلي وحرس الحدود يوم 9. لا يبقى ده كده في تعنت النهارده. هو انت عايز ايه يعني؟ انت الممثل الوحيد، انت بتساعدني ولا عايز تقضي عليا في افريقيا؟
هنرجع تاني لعصر خبي الجواب واعمل البتاع لا خلاص. أيوة بقى أيوة الامور واضحه. انت النهارده يعني بفضل الله ثم مجهود اللعيبه والاداره وجماهير النادي الاهلي انت وصلت دلوقتي للدور قبل النهائي، فما ينفعش النهارده تحط لي مباراه حرس الحدود وانا النهارده كمان مش يعني بقول المبررات ممكن تتاهل. اصل حرس الحدود بيصارع على الهبوط، اصل انت النهارده النادي الاهلي الاقرب للدوري، النادي الاهلي فارق النقاط. لا ما تحرمنيش من انا لسه ما خدتش الدوري. دي المفروض تبقى مبررات طبعا. يعني هي لو ما تحرمنيش النهارده العب من لعيبتي. لا لا انا هفترض لو هي على الجميع زي ما لو على كل ماشي زي ماتش بيراميدز والاسماعيلي، لو بيراميدز وصل اجل ومش اجل يبقى دي اللي غريبه. لكن لو الموضوع على كل بنفس كانت الاماكن الحاجه الثانيه النهارده. طب ليه المباراه مختلفه النهارده في كميات الجري النواحي البدنيه؟ يعني المباراه اللي كانت في استاد القاهره ان انت واخد 6 ايام راحه طبعا، انت كنت لاعب سموحه قبلها وقبلها فاركو بالزبط. ووقت الراحه قليل، فانت النهارده خدت من السبت للسبت عندك وقت استشفاء لعيبه عندك وقت تجهز قدرت تشتغل. ده السفر ده لوحده لوحده بياخد منك يومين قبل ما تتاقلم في البلد. اتمنى من الناس في الرابطه والقائمين على الرابطه اسمه النادي الاهلي المصري الناس صحيح. يعني يبقى ليها نظره. نتمنى هنوصل لهم ان النادي الاهلي مصري برضو ان شاء الله. ان شاء الله كابتن شريف في النهايه قبل ما بقى نطلع نستقبل كابتن ناصر عباس روح النادي الاهلي. لا لا انا عايز حد في الملعب غير روح النادي الاهلي. محمد عبد المنعم عايز نجم نجم مباراه انا اليوم. انا كنت مبهور بمحمد عبد المنعم النهارده. محمد عبد المنعم من وجهه نظرك كلهم الحقيقه كلهم بس لا انا عايز اختار واحد. حاله بالنسبه لي جيده محمد جدا عبد المنعم. محمد عبد المنعم طيب كابتن اسامه الثلاثه الاربعه ماشي اقول لك كل مختار واحد. لا بص انا في طبعا كذا واحد وقلت لك خط الدار بالذات بس انت قلت هتقول على اثنين محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم مظبوط واي واحد فيهم ياخدها هيبقى مستحق بس انا هديها لياسر ابراهيم لانه بيقعد فترات وبيرجع يلعب النهارده اكنه رجله في الملعب وكان معظم الكور العاليه بياخدها بيغطي كويس ورهاني مش مهزوز يعني انا اديها لياسر هاني برضو عمل ماتش كويس وهاني عمل ماتش كويس ما انا قلت لك معظم الناس كانت بالذات خط الظهر يعني لكن انا اديها لياسر ابراهيم كابتن عادل منعم حبيبي رجل المباراه انت على طول منعم انت مؤيد منعم على طول لا علشان عنده حاجه حلوه قوي منعم اولا سرعاته بيغطي صح. على الفرقه كلها عنده توقعات سنه صغير ولكن كبير في المقام مظبوط صح حلوه كبير في المقام دي كابتن اسامه كولر لا لا ده كولر على الخط لا انا عايز جوه الملعب عايزين واحد جوه الملعب لا احنا عايزين لعيب جوه الملعب لعيب جوه الملعب هقول علي معلول ولا ياسر ما انت هتقول ولا عبد المنعم ولا جلانج ولا قول اختار منهم جميل ما كلهم بس احنا كتير قول اختار منهم الصراحه بس اختار واحد خلاص نختار النهارده ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم طيب يعني انا صوتي اللي هيحسم ولا طيب انا ادي صوتي لياسر ابراهيم يبقى من وجهه نظرنا ياسر ابراهيم هو رجل مباراه اليوم هنروح لفاصل نرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس الحديث عن حالات تحكيميه انتظرونا. بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس مشرفنا كابتن ناصر. تحياتي لكابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي نجوم كبار كابتن شريف عبد المنعم وكابتن اسامه عرابي وكابتن علي ابو الرحمن وكابتن اسامه حسني. منور يا كابتن منورينك يا كابتن مبروك يا كابتن مبروك النادي الاهلي طبعا يعني كابتن ايمن النهارده المبروك كمان على الروح بامانه يعني صح. 11 لاعب حتى البدله روح قتاليه عاليه جدا من الكل مش كده ربنا بيدي دايما بيدي المجتهد مبروك النادي الاهلي هارد لك نادي الرجاء مبروك الجماهير مبروك لمجلس الاداره وكل المنظومه في النادي الاهلي قبل ما نروح للحكم كابتن ايمن الحكم اولا ده معتز الشلماني هو والده الحكم الدولي السابق عبد الحكيم الشلماني على فكره وكان حكم الحكام الكبار جدا ادار الكثير والعديد من المباريات سواء كان في بطولات افريقيا او الانديه او المنتخبات ده ابوه والده وده بيقول لنا حاجه مهمه جدا ان البعض احيانا يقول لك هو ما ينفعش الحكم يبقى ابنه حكم دي حاجه مهمه جدا ايوه طب ما ينفعش اللاعب يبقى ابنه لاعب لا ينفع ينفع ابن الوز عواه احنا بنتكلم على مفهوم يا كابتن شريف مهم جدا لان البعض يرى ان انت كنت حكم دولي وطلعت ابنك حكم فانت مش لا الكلام ده يا جماعه مش موجود في الكوره خالص النهارده كان معتز النهارده بيدير 33 سنه يا كابتن شريف هذا الحكم
انا بعتبره حكم صغير. طبعا ودوت اتجاه الاتحاد الافريقي واللجنه الحكام في افريقيا كابتن شريف بتعمل ايه؟ بتطلع جيل جديد جدا جدا من الحكام الصاعدين، ربما يكون على مستوى البطوله او ربما يكون على مستوى ماتشات، ولكن هو فكرهم كابتن ايمن ايه؟ ان احنا نصعد حكام بقى يطلعوا يشيلوا التحكيم في افريقيا. معاك يا كابتن، بس ماتش بالتقل ده بين فرقتين كبار في التوقيت ده صعب شويه. صعب، انا هتكلم يا كابتن ايمن. ماشي. هو بشكل عام حكم كويس. ماشي. ستايل عنده الناحيه البدنيه كويسه جدا جدا عادي، يتحرك بشكل كويس قوي قوي. كان انا بعيب عليه في لعبه كهرباء وهروح لها وهجيبها. مظبوط. ان هو كان بعيد بعيد عنها كتير في لعبه كهرباء، ولكن بشكل عام هو كان اللياقه البدنيه عنده كويسه جدا، تحركاته كويسه جدا، خد قرارات ايجابيه كتير قوي 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 قوي. عندنا لعبتين صعبين جدا جدا جدا. هقول لك على مفاجاه النهارده، هو كان محظوظ برده كابتن ايمن النهارده، النادي الاهلي النهارده النتيجه ريحته. خلي بالك ركله جزاء لو جه جون الماتش صعب جدا. صح. جدا جدا. فمن حسن حظه النهارده ان مفيش جوان جت كابتن اسامه، وبالتالي الامور مشيت هاديه عشان طبعا هو محظوظ في النقطه دي. ولكن نتكلم بشكل عام كابتن عادل، هو حكم محتاج الخبره، يعني محتاج الخبرات في مثل هذه المباريات الكبيره. يمكن اتحاد افريقيا النهارده اداله مباراه صعبه قوي 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 قوي، يعني دي محتاجه حكم يكون من الحكام اللي هم يعني عندهم خبرات في المشاهد ديت عشان يقدر حتى يتحمل ضغوط. ولكن بنقول هو ده اتجاه لاتحاد افريقيا ان هي تطلع حكام صاعدين في الفتره اللي جايه. اتمنى طبعا التوفيق لكل الحكام. عندي حاله من الحالات المهمه جدا، انا عندي لعبتين يا كابتن اسامه، الدقيقه 16 والدقيقه 43، وهقول لك بالدليل وبالشرح وبالتفصيل الدقيقه 16 ايه اللي حصل فيها، وهل كهربا ليه ركله جزاء ولا ملوش؟ انا بقول بالدليل مش بقول كلام كده. انا عندي لقطه مهمه جدا جدا انا جايبها كابتن عادل، لو هنشوفها هنا معانا في اللعبه ديت. اولا قول لي فين الحكم؟ مش موجود في الكادر خالص. بعيد لسه، بعيد خالص. اول واحده. بص يعني مهارة النهارده عشان بجيب لعبه لابد ان نمره واحد ابص على تمركز. صح. والمسافه ما بين الحكم والحادث عشان نقول ان هو شاف بقى ولا يا كابتن عادل وحامل الرايه ده ايه بس حامل الرايه يا كابتن ده انا جاي لك ده انت بتتكلم في حاجه مهمه جدا ده انت 10 على 10 كابتن شريف طبعا والله يا جماعه بنتكلم بصرف النظر عن نتيجه النادي الاهلي كسب ولكن احنا بنقول مصلحه التحكيم الافريقي حتى كمان في المشهد اللي عندنا كابتن عادل بنتكلم في مثل هذه الالعاب هنا التعاون ايه هو اسامه عرابي الحكم وانا ناصر عباس مساعد حضرتك يا كابتن اسامه في السبرنت شويه اتأخرت كنت عدي الدايره بتاع نص الملعب اوتوماتيك كده على طول انا كحكم مساعد هنا زي ما كابتن شريف ما قال لابد اتعاون بالقرار يا كابتن عادل لابد ان انا اتعاون زاويه الرؤيه باينه عنده 10 على 10 الوحيد اللي يقول هنا في مخالفه قبل الفار ما اروح قبل الفار والكلام ده كله انا هتخيل المباراه من غير فار والحكم في نص الملعب يا كابتن اسامه الراي على طول السؤال انا بقول للحكم المساعد في الـ في الـ في الـ في الغرفه نفسها قبل ما انزل بقول له في مثل هذه الالعاب لابد انك انت تديني قرار تديني مظبوط لان انا بعيد ودايما اللي بعيد الحكم ما يقدرش يدي تفاصيل في حاله واحده هنا الشد موجود جدا وخلي بالك احنا جايبين الصوره ثابته سرعه كهرباء اقل شد في اي لعب وكلكم عارفين لو انا بجري بسرعه واقل ماسكه كده لابد يحصل تخلل توازن مظبوط هنا نمره واحد بعيب على الحكم ان هنا ما كانش عنده قراءه كويسه قوي في اللعبه دي لو عنده قراءه كابتن اسامه كان فتح سبرنت على اقصى درجه على الاقل اللي كان جه هنا على الاقل قريب طيب الحكم خرج اتفضل الفار فين ما انا جاي لك بقى ده انا اخش بقى اللي انت قلت عليه من شويه الله يمنعك طب الحكم مش موجود الحكم المساعد هنا يا كابتن فين شافه انت فين شافه فين شايف طيب انت فين من يعني من الكلام ده يعني دي بتاعتك انت ولو انت جيت هنا هتشوف كويس قوي ان هنا في مسك وحتى من وقفته دي باينه او شد او من وقفته لان ما كانش فيه لعيبه كمان حد حاجب الرؤيه عنه حاجب عنه مظبوط يبقى انا بحمل نمره واحد الحكم مسؤوليه ان هو ما عندوش قراءه اهمل في ان هو يتواجد هنا دي نمره واحد نمرتين زي كابتن شريف ما قال هنا المساعد كان ليه دور في التعاون على الاقل تقول له ان في مسك طبعا ما حصلش هنا وهنا طب نيجي بقى للفار يا كابتن شريف وده الغريب ما خدش سنه انا بقول لك بالدليل هقول لك ليه بالدليل اللعبه دي ما تعدتش اصلا مخرج ما عدا المخرج طالما المخرج ما عادش خلي بالك تاكد ان المخرج عارف كويس قوي قوي ان دي فيها حاجه انت معايا يا كابتن اسامه
المخرج لو عارف ان هي مش شكل جزاء كان عادها مره واثنين وثلاثه. المخرج ده صح ولا صح؟ صح. المخرج ده من البلد نفسها ولا؟ اه طبعا اكيد المغرب. فانا هنا بقول بالدليل ليه؟ لان المخرج لو النهارده شايف ان ما فيهاش كان عادها مره واثنين وثلاثه. ده بقى زي ما جاب ركله جزاء ديانج جابها من هنا ومن هنا ومن هنا وكل الالعاب الرجاء بتتعاد. ولكن انا شايف ان ركله جزاء بالدليل لم تحتسب لكهربا نتيجه اهمال الحكم، نتيجه عدم تدخل الحكم المساعد، ثم تدخل الفار، ثم المخرج اللي هو لم يعيد اللعبه. دي اول حاله. تمام كابتن اسامه ولا في حاجه؟ لا صح تمام كلام مظبوط. طيب نروح للحاله اللي جايه. الحاله جايه ديانج نشوف الحاله. طبعا هو ما حسبش، حكم لم يحتسب يا كابتن اسامه ركله الجزاء بتاعه ديانج. خلينا نجيب بردك المخرج جاب لقطتين يا كابتن. ايه يا كابتن؟ لقطتين. لقطه توضح ان ديانج ينجح في لعب الكور. ايوه بالظبط كابتن شريف. لعب الكور ينجح تماما. اللقطه جايبه كده. ولقطه ثانيه جايبه ان ديانج ركل لمس رجله، لمس رجل اللاعب لاتش. بيلعب الكره دي يا كابتن ناصر، المخرج برده جابها مره واحده وراح لغيها وراح جاب الثانيه دي اللي ثبت عليها يعني. انا بتكلم على الصوره يا كابتن، احنا هنا بنتكلم بامانه على اللي احنا شفناه يا كابتن اسامه. بقول ان في لقطه كابتن اسامه صح ديانج بينجح في لعب الكره، اللقطه الثانيه جايبه ان ديانج بيركل لمس رجل لاعب. وهنا الولد كان محتار يعني، الحكم محتار لما راح. خلي بالك بردك اتكلم في جماهير ضغط وضغط مظبوط. وطالما البار جالك دي نمره واحد بتبقى انت رايح خلاص، طالما البار جاي يبقى هيغير قرارك صح. مع خبره الحكم واللقطه الصعبه قوي قوي هو احتسب ركله الجزاء. بس بوضح الفرق ما بين كابتن شريف، زي ما جبت الحكم يا فار اللي هو دانيال لاريا اللي هو حكم الغاني، كنت تجيب الحكم في لعبه كهرباء اللي انا شايف من وجهه نظري ان هي كانت ركله جزاء صحيحه، لم تحتسب زي ما قلت ثلاث عوامل: الحكم، حكم المساعد، حكم الفار، ومخرج المباراه. صحيح. عندنا هنا احنا بنشوف كابتن اسامه الالعاب بتاعتنا هنا بتلاقي المخرج بيعيدها مره واثنين وثلاثه، سواء بقى على الفريق الضيف او فريق ولكن هناك المخرج هنا هناك زي ما قلت لك بالدليل هو عارف ان هي ركله جزاء وبالتالي هنا لم يعيد اللعب. بقى دي ركله جزاء وبتاع الكهرباء مش ركله جزاء، والكوره بتاعتنا اللي في مصر هنا اللي الواد وقع الحكم السوداني وراح الحكم السوداني وظبط ايديه بالكوره منحها تعدي، ده نازل بايديه مش انا بس بقى. انا بتمنى يا كابتن شريف عارف ايه؟ بتمنى يا كابتن ايمن في نهاية كلامي، احنا عندنا الدور اللي جاي نص نهائي صح. انتوا جميل جدا الاتحاد الافريقي ولجنة الحكام بتدفعوا بالحكام السعوديين عشان تعملوا قاعدة، ولكن خلي بالكم ان دي مسابقة طبعا. الفرق تعبت ووصلت ومجالس الادارات تعبت، وفي ناس بيتحرق دمها، وفي لعيبة بتتعب ولعيبة بتسافر. لازم تراعوا هذا الكلام ان في اربع فرق، افضل حكام في القارة، الشخصية، الخبرة، الفنيات، الناحية البدنية، لابد ان كنتوا تراعوا في هذه المباريات ان كنتوا تعينوا هؤلاء الحكام في هذه المباراه كابتن عادل. ليه؟ عشان نجاح المسابقه هو نجاح للحكام كلها في افريقيا. اخيرا كابتن ايمن مبروك النادي الاهلي على الروح وعلى الفوز. اتمنى ان شاء الله ماتش الرجاء ان شاء الله نصعد ونلعب المباراه النهائيه ان شاء الله. ووشك حلو. وشك حلو يا كابتن. ماتش الترجي ان شاء الله باذن الله. شكرا يا كابتن، شرفتنا يا كابتن. شكرا. بينتهي الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين، بنصل لنهاية الصوت التحليلي مباراة نادي الأهلي والرجاء المغربي في دور الثمانية لبطولة أندية أبطال أفريقيا أبطال الدوري، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. والنادي الأهلي إن شاء الله زي ما توقعنا في البداية، النادي الأهلي مكمل في المسيرة لحد الدور النهائي بإذن الله. نادي الأهلي يضرب موعد مع نادي الترجي التونسي في مباراة الدور أو مباراتي الدور قبل النهائي. كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي، وبنقول مبروك للنادي الأهلي النهاردة وجماهيره العظيمة، وبالتوفيق للمباريات القادمة إن شاء الله، وبدايتها يوم الجمعة القادم يوم 5 مايو مباراة السوبر أمام نادي الزمالك إن شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهاردة كابتن شريف عبد المنعم. شرفتني يا كابتن. شرفتني وشرفت مصر كلها والنادي الاهلي. لا عايز اقول حاجه واحده بس، ربنا يعني مجهود اللي عملته لعيبه النادي الاهلي والمنظومه كلها توج بالوصول للسيمي فاينل. صحيح. مبروك للجماهير النادي الاهلي، مبروك للعيبه والجهاز الفني كله. بشكرك كابتن. العفو كابتن سامح حسن. شكرا يا كابتن. ألف شكر كابتن أيمن، ومبروك للنادي الأهلي، وإن شاء الله تكمل على خير للوصول للمباراة النهائية. وهنقفل أفريقيا بقى من بكرة إن شاء الله، ونبدأ نركز في المباراة المهمة، مباراة من
بطولة واحدة ببطولة قدام نادي الزمالك، نادي كبير ونادي محترم، فان شاء الله كل التوفيق لعيبه النادي الاهلي خلال فتره الجايه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن مسامعنا بيشرفتنا يا كابتن، شكرا. الله يخليك ايمن، مبروك لجماهير النادي الاهلي وكل منظومه النادي الاهلي، وهارد لك لفرقه الرجاء، وان شاء الله بالتوفيق في مباراه السوبر لانها مباراه وحيده بطوله، فان شاء الله بالتوفيق باذن الله يا رب. ان شاء الله كابتن عبد الرحمن، شكرا كابتن، شرفتنا. بس افريقيا قاره وعاصمتها الاهلي. حلو كابتن. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. استوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وورقه تحياتي.